في بداية مشواره في الدوري العام المصري لكرة القدم، الأهلي ينصب السيرك للمصري البورسعيدي واكتفي برباعية نظيفة في مرماه ويرأف بحاله في بداية مباراة الفريقين في الأسبوع الأول. كابتن شريف ألف مبروك. أنا تقول لي بقى بافتتاح كنت عايز أطلع الحمد لله إن مستر كولر ما سمعكش وطلعهم بداية من الشوطين بيلعبوا 10 كنت عايز أطلع بافتتاح لا كنت عايز أعمل سويتش مبروك. البدايات مهمة جدا ودي بداية قوية جدا الحقيقة. أجمل ما فيها إن أنا اطمنت على لعيبة الأهلي كلهم، حتى كريم فؤاد بنقول له الحمد لله على السلامة ومبروك الهدف، وبيت اللعيبة كلها الحقيقة وعبد القادر ووجود قفشة النهاردة كان لا ينقصنا إلا هدف لإمام عاشور ولأنتوني مودست. وكنا نتمنى أنه يسيب أنتوني مودست برضو للآخر في ظل الهجوم السابق اللي هو آخر ربع ساعة ده، أعتقد كان ممكن يبقى له حظ ويجيب جول. ولكن ها هي كرة القدم، عندما تتحرك تبتسم لك، إنما تكتشف الملعب ويبقى عندك روح التيشيرت اللي انت بتلعب بيها، النتيجة بتبان على الشاشة، وبنشوف أكتر من لاعب عندما تدخل منطقة الجزاء أي كرة عرضية تلاقي واحد واثنين وثلاثة المحظوظ أو اللي عليه الدور هو اللي بيحرز الهدف. يعني حاجة تطمن ما شاء الله، الحمد لله رب. الحمد لله الشوط الثاني خصوصا يعني طمنا على رضا سليم، طمنا على امام عاشور النهارده بشكل جيد جدا الحقيقه، 2 اسيست. كل ما الفيتيكال فيتنس بتاعه والحاله البدنيه بتاعته هتبقى موجوده، ما ننساش ان هو راجع من اصابه برده، فدي حاجه جيده جدا. هو عنده قد كده كمان 10 15 مره. مفيش حاجه قدام النادي الاهلي ممكن تحصل غير ترجمه الاهداف. يعني انا لما بنطلع نقول لك في الشوط الاولاني لازم يغير ولا، ما انا بطلب من اللاعب هو بيلعب، بطلب منه ان هو يخلص المهمه. ايوه يعني انا مش مستني لما اتكل على مودس او انتوني اللي جه ده النهارده هو اللي هيخلص المباراه، يعني مش ما بتكلش على كده. لا، كل لاعب بيلعب من في الشكل الامامي ده، يعني انا ببقى عليه مسؤوليه كبيره جدا ان هو يعمل الكره اللي عنده، خش ويقطع زي ما قطع ويجري السبرنت زي ما عمل بيرستاو ويمسكها ويستلمها. وقلت لك ليه هو لعبه هنا؟ عشان يقطع القطعه دي ويبعتها بشمال، او عمل القطعه دي وبعتها مرتين كويس عندما اتيحت الفرصه. ولكن عشان تتيح الفرصه دي ما ليها عوامل، ليها عوامل في الملعب، ليها سبرنت قوي جدا، ليها رغبه في ان انا اروح اجيب جول. الكلام ده احنا عايزينه من اول الشوط الاول. تفكر احنا كنا بنتكلم في الشوط الاول الشوط ده اتضحك علينا فيه وهيطلع كده وهيخلص، لغايه لما حصل الاسيست والكره بتاعت رضا سليم شكله طلع هنبقى لينا شكل تاني بعد حاله الطرد. طبعا خلاص بقى انت سيطرت. توقيت الهدف في الشوط الاول كان رائع طبعا، انك خارج وانت متقدم وانت مشتاق لهدف كمان من بدايه الموسم، يعني ده موسم واول هدف ليك واول 3 نقاط، وبيديك ارتياحيه وبيدي الاجهزه الفنيه اللي بره كمان ارتياحيه كبيره. صحيح. خلاص واللعيبه بقى بدل ما السرعه والهدوء اللي احنا كنا بنطالب بيه في المباراه اللي قبليه بقت موجوده اوريدي. خلاص شايف الملعب كويس، بتباصي لزميلك، زميلك الثاني بيتحرك، مفيش صربعه عشان هيبقى ليا صحيح. الوجود في المكسب يعني، لكن انت ليك الوجود في المكسب وخلاص، نفسك اتفتحت وكل واحد بيطلع الامكانيات اللي عنده، واهم حاجه ان انت رايح تلعب. فرايح تلعب يعني بتمتع نفسك وبتمتع الناس اللي جايه تتفرج عليك، واللعيبه اللي جات لنا اتفرجنا عليها في انديه تانية كانت بنفس الشكل. احنا جايبينكم او جايين هنا في الكيان الكبير ده يكون ليكم حظ الوجود، لان انتوا لعيبه كويسه جدا. ف مع الوقت، مع الاستمراريه، مع اكتمال اللياقه البدنيه، مع عدم الاصابات ان شاء الله، النادي الاهلي باذن الله السنه دي هيبقى له
شكل جيد جدا باذن الله. ومبروك النهارده وعقبال اللي جاي يا رب. ما تتكلمش في الموضوع التاني ده بتاع بيرسي تاو. ايوه كابتن اسامه رد عليا رد بالغ. الف مبروك كابتن اسامه، فوز كبير وبدايه رائعه للنادي الاهلي. اه ما فيش شك طبعا، مباراه جميله بالذات الشوط الثاني. صحيح الماتش اتفتح جدا، قدرت تستغل المساحات الكبيره اللي موجوده في وسط ملعب النادي المصري وخط ظهره، لانه علي ماهر تناسى بعد الطرد انه بيلعب النادي الاهلي. ما هي دي اللي لسه هقولها لك. النادي الاهلي جاب جون في نهايه الشوط الاولاني والماتش كان مقفول والفرص قليله هنا وهنا. هو نزل عمرو موسى في بدايه الشوط الثاني مكان امادو با في نص الملعب على اساس يعمل سيطره ويقدر يعمل تحولات هجوميه ويتعادل. حصل بعديها على طول مفيش اربع او خمس دقائق طرد الباهر المحمدي، فرجع عمرو موسى ورا جنب دبش ولعب 4-4-1. بس هي المشكله انا لما العب كده اقرب المساحات، خاصه بلعب النادي الاهلي، ما بلعبش اي فرقه، انا بلعب النادي الاهلي اكبر فرقه في افريقيا وفي الوطن العربي ومتمرسه ولعبة ماتش فات عنك بدنيا اقوى اعلى منك، لانه لعبوا اتحاد العاصمه الماتش اللي فات انت لسه ما لعبتش مباراه رسميه. ففتح الماتش وفضل يلعب باسلوب يعني ند بالند الند بالند لا مش ضروري مش 0-0، انا اقصد انه لعب الند بالند، انك انت 11 الاهلي وهو كانه 11 وهو 10. فمساحات بقت رهيبه، حتى الباكين يعني حسين السيد يعني انا بحييه تحيه خاصه لانه عمل جهد كبير، منطلق على طول للامام رغم ان هم ناقصين. نفس الشيء كريم العراقي، نص الملعب مفتوح قوي ولما عمرو موسى كمان رجع ورا، فالنادي الاهلي استحوذ تماما بقت سهوله. وعرف كمان قدر النادي الاهلي يستغل تقدم حسين السيد وكريم العراقي في اوقات كتير جدا من الشوط الثاني. ما هو ده اللي انا بقوله، زي ما قلت لك علي ماهر لعب يعتبر بانتحار يعني بيلعب 10 وعايز يهاجم الاهلي ويفتح الملعب قوي، ده صعب مع النادي الاهلي. النادي الاهلي خبرات كبيره جدا، خبرات وكسبان كمان. فقدر بيرسي تاو يستغل المساحات اللي ورا حسين السيد، قدر رضا سليم يستغل المساحات اللي في ظهر كريم العراقي، ونص الملعب ابتدت تبقى فيه سيطره كامله من ديانج وكوكا وامام عاشور، وقدر النادي الاهلي يخلق أربع فرص أو قصدي أربع ثلاث أهداف غير الهدف الأولاني، غير الفرص الكتير كمان اللي النادي الأهلي أضحى، خاصة إن مستر كولر في الدقيقة 80 نزل خمس تغييرات لأن النتيجة كانت 3-0 وهم 10، واضح إن الماتش انتهى يعني. فكمان اللي نازلين عندهم نشوة إن يزودوا الأجوان، قفشة وعبد القادر ومروان عطية وطاهر وكريم فؤاد بيلعبوا بكثافه عدديه وهو مفتوح قوي. فقدر كريم فؤاد كمان يسجل الهدف الرابع، وزي ما قلت لك كانت فرصه كمان الاهلي ممكن يجيب اهداف اخرى. فالنادي الاهلي عمل شوط الثاني رائع، استغل المساحات كلها اللي النادي المصري ما قدرش يقفل فيها وهو ناقص، وجاب اربع اهداف جميله وكان ممكن يضيف اهداف اخرى. فمبروك للنادي الاهلي، عمل مباراه جيده ونتيجه تعتبر نتيجه تقيله على النادي المصري 4-0 في اول الموسم. فمبروك للنادي الاهلي، وان شاء الله الماتشات الجايه كمان الاداء يتحسن عن كده ونقدر نستغل الفرص زي ما استغلناها النهارده. كابتن عادل الف مبروك، بالقضية الفنيه كولر يهزم علي ماهر. يعني يعني اولا مبروك للنادي الاهلي، بدايه جيده في الدوري، لكن اهم خمس اسباب في فوز الاهلي على المصري بالترتيب كده: سرعه اداء اللاعبين رقم واحد، رقم اثنين تميز رضا وتاو من الاطراف، استغلال الفرص رقم ثلاثه، اداء علي ماهر رقم اربعه، طرد الباهر المحمدي خلى النتيجه تعلى. فالخمس اسباب دي لازم نعرف ان هم منهم ثلاثة بتوع النادي الأهلي. يعني سرعة الأداء، أنا شايف الحركة بتاعت لعيبة الأهلي فيها خفية، رغم إن هم جايين من مباراة وسفروا، لكن
تقدر تقول ان هم جاهزين جاهزيه كويسه قوي في المباراه دي. رضا وتاو ميزتهم ان هم بياخدوا الكوره بيروحوا للعيب، ودي حاجه كويسه قوي. ويمكن رضا عنده ميزه قلما تلاقيها في اللاعب، يعني لعيبه الزمن ده اللي هو بياخد الكوره ويروح عكس اتجاه اللاعب، يعني بمعنى ان هو بياخدك في ظهره على طول. الحاجه الثانيه بقى اللي عجبتني امام عاشور النهارده. امام عاشور كان حلقه وصل ما بين نص الملعب والمهاجمين في كل حاجه. امام عاشور اولا عمل 2 اسيست في النهارده، منهم الاولاني في فكر عالي قوي قوي قوي، كون ان هو يثبت الدنيا كلها على انه يشوط ويعملها بوش رجله في مساحه صغيره في حته قد كده عشان يخرج اللعيبه كلها ويخلي رضا سليم الجون مفتوح قصاده، ودي كانت حاجه كويسه. الجون الثاني رؤيه امام اللي هو رافع دماغه لفوق وعمل الكره لونج باس، حاجه كويسه. في الاخر بقى يمكن استغلال الفرص دي كانت دائما بتقرقنا طول الوقت. احنا اتفقنا كابتن ايمن ودايما بنقول ان النادي الاهلي كل اللي بيلعب النادي الاهلي عنده البلان رقم 1، البلان رقم 2 لما بيجي يعمله النادي الاهلي بيستفاد منه اكتر من الفرق. بمعنى انت لما تيجي تلعب النادي الاهلي لازم تلعب زون ديفنس مع النادي الاهلي وبتلعب على المرتده، اكيد لازم نعرف كده. النادي الاهلي اقوى فرقه في مصر ويمكن في افريقيا، فلما تيجي تلعبها لازم تعمل لها حساب قوي. لما بيدخل فيك جون وبتيجي تهاجم النادي الاهلي فانت عارف ان المرتده والواحد ضد واحد بتزيد كتير، ومهاره لعيبه الاهلي اعلى وامكانيات لعيبه الاهلي اعلى. لكن اداء علي ماهر كان عليه علامه استفهام النهارده اكتر من علامه استفهام. بمعنى ايه؟ انا بتكلم من الناحيه الفنيه. اولا يمكن في بدايه المباراه نازل فتح الملعب مع النادي الاهلي قلنا اوكي ده بدايه وممكن بيكون بيعمل شخصيه لفرقه المصري الجديده، لكن انت لما تطلع الشوط الاولاني ومطرود منك عندك 3 انذارات في مدافعين ونص ملعب، فلازم تخلي بالك كويس قوي. يمكن انت لو نزلتهم، ودي نقطه في التدريب، يعني اللي هو انت كابتن ايمن لما بالذات السرد باك، انت عارف الحكم لما بيجي يلجم فرقه عشان يكسب الفرقه الثانيه اول حاجه بيعملها بيدي انذارات للسرد باكات المفروض. لكن لما يكون عندك سرد باك انت يا علي ولعيب ديفندر تاني واخد انذار تاني ولعيب واخد انذار تالت، فلازم تبقى عامل حسابك في التغييرات، لازم تغير حد منهم او تغير 2 منهم لانك هتعمل ريسك في 3. اهو جه المحمدي طرد مباشر اصلا، ما الكره صعبه جدا وطرد طرد صحيح 100%. الحاجه الثانيه لما تطرد منك واحد وانت متاخر كمان انت لسه فاتح الملعب، دي علامه استفهام في الفكر. وطرد المحمدي كان طرد مباشر ولا انذار تاني؟ انذار كده، هو انذار تاني، انذار تاني واخد انذار اول للشوط الاول، بس انا بقول انا من وجهه نظر ان كانت ممكن تبقى طرد، يعني يعني حتى الاعداد النفسي بتاع اللاعبين ما كانش جيد. فانت دلوقتي لازم تعمل ايه؟ لازم تقفل الملعب طبعا، لازم تلعب. انت مش بتلعب اي فرقه، انت بتلعب النادي الاهلي، يعني النادي الاهلي بطل افريقيا، النادي الاهلي فرقة قوية جدا. فلما تيجي تلعب النادي الاهلي لازم تقفل وتعمل زون. الريسك اللي بيعملوه احيانا المدربين، وده فكر كانوا بينتموا له، يعني كام مدرب في مصر اللي هو انت تعمل نتيجة جيدة مع النادي الاهلي تقدر تعيش عليها فترة طويلة، لكن لما تيجي تخسر من النادي الاهلي فده الطبيعي انك تخسر من النادي الاهلي. الكلام ده خلاص انتهى في الكورة، ما بقاش انت بقى في اسباب، انت في بقى انت المفترض انك انت تلعب مدافع كويس قوي مع جميع الفرق، يعني المان سيتي ولا الفرق الكبيره لما بيلعبوا فرق اقل كتير قوي دول بيدافعوا لهم كويس، لازم يدافع علشان يروح يهاجم كويس. النادي الاهلي بيدافع دلوقتي كويس قوي عشان يروح يكمل ويهاجم، ولكن في الاخر النادي الاهلي النهارده يستاهل حاجتين فيهم شكر، نسيان مباراه السوبر صح، والاداء الجيد اللي عملوه النهارده وخاصه الشوط الثاني. والحاجه الثانيه المهمه، انت عندك مكاسب النهارده كويس. اولا كريم فؤاد اهم مكسب، كريم فؤاد عوده، كريم فؤاد نظر عودته من الباب الكبير ان هو يجيب كمان هدف في اول رجوع ليه من فتره طويله قوي. امام ورضا والحاجه الثانيه انتصار الصفقات، امام مع رضا عملوا اداء واداء متميز قبل ما الناس يتسلل لهم الحته بتاعت
عدم الرضا والصفقات، فده مكسب وثقه لفرقه النادي الاهلي في القادم. والحاجه الثانيه والحاجه الثالثه بقى المهمه، انك انت خرجت من اللي انت كنت فيه، فمبروك للنادي الاهلي اداء ومكسب ولاعيبه جديده ورجوع لاعب مصاب زي كريم فؤاد. كابتن بلال الف مبروك. مكبره علي ماهر لقنته درسا قاسيا لن ينساه. الله يبارك فيك كابتن ايمن، مبروك طبعا للنادي الاهلي اداء ونتيجه، يعني اداء قبل نتيجه طبيعي. كره القدم الفلسفه فيها ممكن توديك في حته ثانيه انت بعيد عنها تمام، وخصوصا انك بتلاعب خد بالك نادي الاهلي وفريق كبير. هو من الطبيعي ما تبقاش متفلسف في كره القدم تمام، ده لان كره القدم ليها منطق تمام، ليها منطق واضح. ليه ليها منطق واضح؟ لان خلاص احنا على مدار السنوات كلها كل يعني اكيد اكتسبنا خبرات، اكيد اتعلمنا، اكيد عرفنا، شفنا، درسنا تمام. انت اولا المنطقيه بتقول ان النادي الاهلي هو الاجهز من نادي المصري، فبالتالي طالما انت اجهز من النادي المصري خد بالك بدنيا وفنيا، انت لعبت مباراه رسميه قويه جدا 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 قصاد مباراه او احتكاك ودي، فبالتالي الكفه الارجح هي كفه النادي الاهلي المنطقيه بتقول كده. تاني حاجه الشوط الاول كان بيلعب دفاع محكم تمام، وبيحاول ان هو يعمل تطور في الهجمات بتاعته، ما قدرش يوصل تقريبا لمرمى النادي الاهلي يعني ولا هجمه حقيقيه قدر يوصل بيها لمرمى النادي الاهلي. فبالتالي مش من المنطق لما تبقى انت مطرود ومغلوب 1-0 انك تلعب جيم مفتوح، موضوع صعب جدا جدا، مغامره غير محسوبه على الاطلاق من علي ماهر، مدرب كويس، ولكن خد بالك انت في بعض من الاوقات لازم تبقى دارس الموقف اللي انت اللي انت فيه، لازم تبقى فاهم انا بعمل ايه، بغير ازاي، بلعب بأنهي شكل، بلعب بأنهي طريقه. بص المدرب بشكل عام، اي مدرب يا كابتن ايمن تمام، بيقرا الفرقه اللي قدامه وعارف امكانيات فرقته وبيحط تاكتكس صح تمام، وبيشتغل عليه. ده المدرب العادي، اي مدرب في العالم كده. لكن المدرب الذكي، المدرب المفترض مختلف، ده لما تحصل طوارئ اثناء الجيم هو اللي يبتدي يفكر عشان يعمل التعديلات بتاعته. عشان كده احنا ليه دايما بنقول ده متميز وده مش متميز، لان ده بيقرا الجيم بسرعه اثناء الجيم، يبتدي يعمل تغييرات، سواء تغييرات داخليه او تغييرات لعيب لعيب او تغيير في الطريقه نفسها. فمن هنا بنقول ده لا، ده الراجل ده راجل متميز. متميز ليه؟ لانه ادرك بسرعه تمام الجيم ماشي ازاي، التحولات بتاعته ماشيه ازاي، فرقته عامله ايه النهارده، الفرقه الثانيه ماشيه ازاي، ال 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 النقاط الضعف اللي موجوده عنده بيعالجها ازاي، نقاط القوه اللي موجوده عند الفرقه الثانيه ازاي بيقدر ان هو يحاول ان هو يمنعها بقدر الامكان. اللي حصل ان فرقه مغلوبه 1-0، النادي الاهلي كسبان 1-0، وطرد على فرقه المصري، فلقينا التغييرات. طب نستاذنك سريعا كابتن بلال، معلش هقطعك، هنروح سريعا لزميلنا كريم احمد ولقاء مع كريم فؤاد. اتفضل يا كريم. بجد التحية ليك من جديد كابتن ايمن شوقي وكل جمهور النادي الاهلي العظيم. الحقيقه في البدايه عايز ابارك واحيي الحقيقه كريم فؤاد، نقول له الحمد لله على السلامه، يعني صبر كتير جدا الحقيقه الفتره اللي فاتت، الاصابه وكل الامور دي. كريم ببارك لك الاول على عودتك، كل جمهور النادي الاهلي منتظرك الحقيقه، ومنتظر كمان اكرم توفيق وكل الحقيقه المصابين، لكن انت كمان على المستوى الشخصي كلنا كنا منتظرينك، كرم ربنا النهارده كمان بتشارك في دقائق قليله وبتجيب هدف، كرم كبير جدا من ربنا سبحانه وتعالى. حابب تقول النهارده على الفوز الكبير جدا على النادي المصري. الحمد لله على كل حاجه، الواحد من كتر ما هو مبسوط او الاحساس اللي هو حاسه انا مش قادر اوصف اي حاجه بصراحه، احساس ان انت كنت بعيد جدا بقالك فتره طويله وما بتشاركش وبعيد عن الملعب، احساس انك بترجع تاني واول مشاركه ليك واول ما بتنزل بتجيب جون، يعني كرم كبير من عند ربنا وعوض كبير من ربنا على الفتره اللي انت تعبتها وعلى كل الشغل اللي انت اشتغلته. بصراحة أنا مش لاقي كلام أقوله يوصف اللي أنا حاسه، بصراحة أنا يعني مبسوط جدا إني رجعت ومبسوط جدا إن أنا بشارك تاني، والحمد لله الحمد لله. فرحة كبيرة جدا، لأن البداية مهمة يا كريم، إن أنت تكسب فريق المصري بنتيجة 4-0 دي نتيجة كبيرة جدا. كمان عايز أتكلم عليك، إزاي قدرت ترجع نفسك، لعيبتنا كمان والخبرات إزاي قدرت إن هي ترجع كريم، لأن كريم قيمة كبيرة جدا في النادي الأهلي. هي طبعا فوز كبير ومهم في بداية الدوري، محتاجين ان احنا نحافظ على تركيزنا كل الماتشات من قبل ما الدوري ما يبدا، واحنا مركزين من بعد ماتش السوبر وخلاص صفحه واتقفلت ودخلنا في الدوري ومركزين في الدوري، وكل حاجه او كل ماتش ليه تركيزه الخاص بيه بغض النظر عن اللي فات وعن اللي جاي.
طبعا اللعيبه كان ليها دور في ان كريم يرجع بسرعه او كريم يكون مركز. اللعيبه اول ما نزلت ان اللعيبه كلها مستنياني وعايزه تبصيلي عشان خاطر محتاجين يرجعوا لي ثقتي في نفسي تاني. الكلام اللعيبه واول ما دخلت السكور اللعيبه كلها الحمد لله على السلامه، ناس بترحب بيا فالحمد لله. يعني الحمد لله انا يعني شعور بصراحه انا مش عارف اوصفه، وبشكر كل الناس اللي كانت واقفه جنبي وبشكر لعيبه زمايلي بصراحه، يعني كان دورهم كبير جدا الحمد لله. لقطه كارلوس يعني الراجل فرحان جدا، الراجل بقاله فتره قليله معانا والراجل حياك وفرحان جدا ليك يا كريم، دي حاجات كبيره جدا وعلى ما اعتقد بتفرق معاك بشكل كبير. يمكن من اول ما انا بدات انزل الملعب واحنا في النمسا اشتغلت مع كارلوس بشكل تخصصي شويه، او بنزل جزء من التمرين واخرج اشتغل مع بقيه التمرين، فكان التمرين دايما حماسي والشغل كان كويس وكنا بنتطور فيه يوم عن يوم، وهو كان مبسوط مني جدا في التمرين وشايف ان انا متحمس ان انا ارجع وشايف ان انا عندي دوافع وعندي حماس ان انا ارجع، عشان كده هو حياني تحيه خاصه لما رجعت، عشان هو كان شايف ده في التمرين، كان شايف قد ايه انا عايز ارجع وقد ايه عايز اكون يعني ارجع لفورمتي تاني، فعشان كده هو حياني التحيه دي. وانا بشكره جدا على الفتره القصيره اللي اشتغلت معاه فيها، بس كانت فعلا مهمه جدا يعني الحمد لله. مش هطول عليك، لكن موسم صعب وشاق محتاج كل الجهد وكل التركيز والرغبه المتجدده والدوافع، شايف الموسم ازاي؟ وبنقول لجمهور النادي الاهلي ايه؟ لان احنا نحافظ على الموسم ده صعب، عايز مجهود كبير وعايز شغل كبير جدا. هو يعني هو صعب انك توصل يعني سهل انك توصل تحقق حاجه او كده، بس صعب انك تحافظ عليها دايما، فده اللي احنا عايزين نعمله السنه دي، عايزين نحافظ على كل البطولات اللي خدناها، عايزين نكررها من تاني، عايزين نحقق حاجات احسن من السنه اللي فاتت. يمكن انا كمان عندي دوافع شخصيه ان انا لازم يعني عايز البطولات دي، لان انا ما دقتش طعمها في الملعب فعايز اخدها تاني، يعني نفسي ان انا احقق افريقيا تاني واحقق الدوري تاني وانا موجود في الملعب، فدي دوافع انا الشخصيه ودي دوافع الفرقه كلها ان هي تفضل محافظه على الالقاب بتاعتنا، وربنا يكرمنا ان شاء الله السنه دي ونحقق كل حاجه تاني باذن الله. الله يبارك فيك حبيبي، الله يبارك فيك، ربنا يخليك. كل الشكر والتقدير الحقيقه لكريم فؤاد، كلام مهم جدا بالتاكيد، ويمكن الحقيقه كلنا فرحانين ويمكن جمهور النادي الاهلي سعيد، الجهاز الفني لان الحقيقه هو واكرم قيمه كبيره جدا، قيمه فنيه مهمه جدا، اضافه كبيره جدا للنادي الاهلي، يستطيع النادي الاهلي بمشيئه الله ان شاء الله الحفاظ على اللقب بالجهد والجديه الكبيره جدا. متواصلين ومستمرين مع كل مشاهدينا وكل جمهور النادي الاهلي في كل مكان هنا من استاد برج العرب، وفوز كبير على النادي المصري بنتيجه 4-0. شكرا جزيلا للزميل العزيز كريم احمد. احد اهم المكاسب النهارده كابتن بلال عوده كريم. طبعا لعيب متميز جدا، شفنا لقطه كمان المدرب الارجنتيني طبعا كولر. يعني خد بالك اسام بشكل كبير في تجهيز كريم فؤاد الفتره الاخيره. اللعيب لما بيكون راجع من فتره طويله من الاصابه محتاج دعم كبير جدا، صحيح، وببقى محتاج ثقه شديده جدا في اول لمسه ليه، مش اول مباراه، في اول لمسه بيلمسها ببقى محتاج التوفيق، تمام، ببقى دايما مركز انا اول كره هلعبها افكر ازاي، اول ربع ساعه هتعدي يتعدي عليا باني شكل، لما انزل لازم اكون مؤثر، حتى لو مش مؤثر يبقى لازم اكون حتى محافظ على كورتي في الملعب، وباصي باصه صح، بتحرك تحرك صح. والنهارده يمكن توفيق ربنا سبحانه وتعالى كان مع كريم طبعا، سجل هدف. الهدف كان حلو نفسه يعني بغض النظر بقى وشاطها ومحمود جاد الكره يعني ودخلت جول، لكن الهدف نفسه تركيبه الهدف الباس وال1 2 وال1 حلو من ناحيه حلو قوي 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 يعني هنجيبه بعد كده بشكل جميل جدا. وهو كمان يعني الفكره نفسها بتاعه الشوطه حلو ان هو شوط يفكر يشوط بوش رجل خارجي، لو ظبطت معاه كمان كانت راحت في البيت وكان هيبقى هدف من افضل اهداف الموسم. لا ما هو جت كمان ساهم فيها على ما طلعها بشكل حلو. طبعا ما بقول لك جول حلو يعني الجول كله على بعض. فطبعا مبروك العوده كريم فؤاد، اخر فتره ليه كانت مع النادي الاهلي كان بيسجل اهداف على طول بشكل متتالي، وكان لعيب كان له تاثير كبير جدا وكان اساسي مع النادي الاهلي، صحيح. فبقول له مبروك ان شاء الله وتستمر ان شاء الله باذن الله يعني اللعب ويستمر التالق باذن الله باذن الله رب العالمين ان شاء الله. قصه القصه بتاعت علي مرعي مش معنى ان انت نجحت في وقت من الاوقات انك تلعب النادي الاهلي، تمام، وانت مطلوب منك لعيب وتتعادل، لو تفتكر لما كان مع بيراميدز، تمام، ده مش معناه ان هو ده الطبيعي في كره القدم. لا، كره القدم كابتن ايمن فيوتشر كان فيوتشر لما فيوتشر 1-1 كان اتعادل 1-1 فيوتشر فيوتشر اسف معلش، فده مش ده مش من الطبيعي في كره القدم، لكن الطبيعي في كره القدم انك انت لازم يعني تبقى انت شايف انت كمان الماتش رايح على فين. الاهلي كان افضل، الاهلي اخر ربع ساعه في الشوط الاول كان افضل بشكل كبير جدا، كان مؤثر بشكل كبير خصوصا في نهايه في نهايه الشوط الاول، مظبوط، تمام، قدر يستحوذ بشكل افضل، الاهلي هو له الافضليه، تمام، الانذارات اللي اتاخدت كلها
لنادي المصري ده دليل على استحواذ وخطوره النادي وخطوره النادي الاهلي وتفوق النادي الاهلي. ما انت بتاخدش انذار كده يعني صح. يعني يعتبر. عبثا يعني فاهم قصدي؟ فده معناه لما يطرد منك لعيب بالعكس ده انت المفترض ترجع تقفل الجيم من اول وجديد مزبوط. وتشتغل على يعني كره ثابته هجمه مرتده صح. سريعه المهم انك تقتل الجيم كمان وتقفل بشكل جيد. لكن الاهلي الحقيقه وكالعاده استغل الطرد استغل المساحات قدرنا نسجل ثلاث اهداف في الشوط الثاني وثلاث اهداف رائعين وكان ممكن نسجل اربعه وخمسه وسته وكانت ممكن المباراه تروح في حته ثانيه خالص مختلفه وكان ممكن نعمل سكور ما حصلش بقاله سنين مع فرقه النادي المصري 4-0 اعتقد نتيجه غير سمين. عادله وغير منطقيه في الشوط الثاني العادله والمنطقيه انك تخسر 6-7 يعني لو كان لعيبه النادي الاهلي ضغطت شويه وبرضه مش هلوم على لعيبه النادي الاهلي طبعا لان انا برضه انت في بدايه السيزون الفتنس الحيويه اللياقه الذهنيه المهارات الفرديه كل ده يعني واحده واحده هيبتدي يرجع للعيبه النادي الاهلي انما لو ده في وسط السيزون اعتقد كانت النتيجه تبقى لا هو كمان كان في رأفه بحال لعيب النادي المصري بص من يعني لعيبه النادي الاهلي انت كريم شويه يعني انت راجل كريم تمام ومش عايز يبقى الدنيا صعبه قوي كده يعني في بدايه السيزون يعني صح. عاملين برضو عاملين هم عمل ترانسفير كبير جدا وجايبين لعيبه كتيره جدا فمش معقول اول ماتش خسر 6-0 هيبيعوا اللعيب تبين طيب نروح مره ثانيه لملعب مباراه وزميلنا كريم احمد مع صاحب ضربه البدايه النهارده رضا سليم بجد التحيه لكل جمهورنا العظيم وجمهور النادي الاهلي رضا سليم الحقيقه الاضافه الكبيره والقويه جدا اللي كل جمهور النادي الاهلي منتظر منه الكثير ربنا كرم النهارده الحقيقه باداء وهدف مميز جدا مبروك يا رضا اداء مميز جدا وفوز كبير الحقيقه في المباراه الاولى المباراه شفتها ازاي التحضير شفته ازاي لعيبه النادي الاهلي ازاي قدرت تخلي رضا ينسجم سريعا مع فريق النادي الاهلي الحمد لله كنبغي نشكر اللعابه اللي كانوا رجاله في الملعب المباراه ما كانت سهله عارفين كنواجهوا واحد الخصم اللي صعيب الحمد لله حققنا واحد ثلاثه نقاط اللي غادي تخلينا اننا نزيدوا نستمروا في باقي المقابلات كنبغي نشكر جمهور الاهلاوي اللي جا ساندنا بكثافه فريق الاهلي مزيد من التالق ان شاء الله ومزيد من المباراه ان شاء الله يمكن اكيد الخبرات الكبيره مع لاعبي النادي الاهلي قدرت ان هي تدخل رضا سريعا وينسجم سريعا مين من اللاعبين اللي يمكن لبصمه كبيره جدا مع رضا خلال الفتره اللي فاتت بصراحه اللعيبه كاملين انني كيساعدوني داخل الملعب وخارج الملعب كنبغي نشكرهم من هذا المنبر كنبغي نشكر اللاعبين كاملين حيت لاعبين رجاله وشكرا لهم اخيرا دوري صعب عندنا موسم مليء بالبطولات تيشيرت النادي الاهلي قيمته كبيره جدا والهدف كده شايف ازاي هذا الموسم الصعب والمليء بالبطولات بصراحة اللعابة كيشوفوا ان هذا الموسم غادي يكون صعب حيت اي فريق كيواجه نادي الاهلي كيبغي يقدم داكشي كامل اللي عنده ان شاء الله حنا حاسين بالمسؤوليه اللي علينا غادي نديو الالقاب وغادي نفرحوا الجماهير الاهلاوي كل الشكر والتقدير لرضا سليم واحد من نجوم النادي الاهلي يا رب ان شاء الله باذن الله يستمر النادي الاهلي بادائه المميز والقادم افضل بمشيئه الله للنادي الاهلي شكرا جزيلا الزميل العزيز كريم احمد كابتن شريف برضو رضا سليم النهارده احد مكاسب المباراه هو احد مكاسب من المباراه اللي فاتت مظبوط كلنا يعني اثنين عليه واتفقنا ان هو صفقه جيده جدا وهو لعيب كويس صحيح. صغير في السن عنده شخصيه بيقدر يتعامل في منطقه الجزاء بيقدر يتعامل في اي مكان في الملعب وقلت لك كل يوم بيزيد وكل يوم في المباريات وكل هو كمان هو قدام على فكره هيزيدوا هيبقى في علاقه في التعامل وثقه في التعامل داخل المستطيل فكل اللعيبه السنه دي انا شايف ان هم حاسين بموقف النادي الاهلي في الحفاظ على الموسم الاستثنائي اللي كان الموسم اللي فات وكل واحد اللي فاته اي حاجه من السنه فاتت بيحاول السنه دي يكون ليه وجود بيحاول يكون على أهبة الاستعداد خاصة ان بقى عندك نجوم كتير قوي أيوة. وعندك فعلا. الحمد لله في كل خط واحد واثنين وثلاثة يعني مودس معاه كهربا ومعاه صلاح محسن رضا سليم معاه برشتاو من ناحية اليمين وعنده كريم فؤاد رجع كمان والحمد لله محمد هاني ماشي ده وعنده طاهر محمد طاهر يعني ناحية الشمال مليانة عبد القادر وسين الشحات يعني في كل حته ما بقاش عندك دلوقتي غير انك تتمرن كويس ولياقتك تزيد وتبقى قدام المدير الفني وتمسك في الفرصه
ده اللي هيهوي هيلاقي في واحد بره. انك تمسك في الفرصه دي او تلعب اساسي او مش اساسي ده مش في النادي الاهلي. النادي الاهلي الحقيقه اللعيبه كلها واثقه ان هم على حسب رؤيه المدير الفني في حاله الطلب كله بيبقى جاهز. يعني دايما كلمه الاهلي بما حضر دي موجوده لما يتمتع به الاهلي واخلاق الاهلي وسيستم النادي الاهلي ونظام المؤسسه كلها. كل ده بتخلي اللعيبه حتى النهارده رضا سليم بيحرز هدف بقى في حته تانية. صحيح حقيقه صح. امام عاشور النهارده جه يفرق معاك البدايات دي، جه وقالوا حاجات كتير قوي وما زالت السوشيال ميديا بتحاول تاثر وتعمل، والنهارده بالاداء ده رد اكبر رد بالروح حته تانية. صح يعني في حاجات قوي بتحصل. نتمنى الانتوني ده ان شاء الله مودست مودست النهارده انه دخل بقى جوه فورمه وشاف اللعيبه دي بتلعب ازاي وشاف الاداء ازاي وشاف قد ايه في سبورت النهارده ليه. يعني من الحاجات اللي كانت مؤخرانا النهارده ان هم بيدوروا عليه دايما عايزين يعملوا له لونج باس فما بتبقاش مظبوطه بالنسبه له، انما في المساحات الكبيره وفي تحركات اللعيبه اللي جنبه هو هيستفيد. مظبوط اكيد هيبقى بنسميها رزق. صحيح هيبقى له رزق ان شاء الله في المنطقه دي مع اللعيبه بتاعت النادي الاهلي باذن الله. ف سعيد بواحد ما حدش جاب سيرته النهارده رامي ربيعه واقف ما شاء الله بيأدي جنب عبد المنعم بنفس المستوى بنفس الاداء. علي معلول كالعاده يعني العقل المفكر وبيبقى عليه ضغوط كتير جدا كبلاي ميكر وكديفندر وحاجات كده، انما ما شاء الله النهارده شفنا لعيبه كتير جدا. شو ما بتكلمني على لعيبه، كل اللعيبه كانت في الملعب النهارده باستثناء شوبير وياسر ابراهيم، يعني مفيش حد ما لعبش النهارده، كل الناس كان ليها حظ الاشتراك النهارده. وزعلوك وكريم الدبيس دول بروميسنج وجايين وهيبقوا موجودين. ف الجميع هيبقى ليه دور ان شاء الله السنه دي، موسم طويل موسم شاق موسم صعب جدا مليء بالبطولات والمباريات، مليء بالبطولات والمباريات ومليء بمقابلات كلها مقابلات قويه. بعدين هتروح افريقيا ترجع من افريقيا هتروح بطولات كاس العالم للأندية، عندك مشاوير كتير جدا محتاجه كم هذه اللعيبه اللي انت شفت. صحيح. محتاجه الاداء ده كله. صحيح. فبالتوفيق للعيبه، واهم حاجه ان شاء الله شهر الاصابات تبعد عنهم ان شاء الله باذن الله. مره اخرى نروح لزميلنا كريم احمد ملعب مباراه ولقاء مع الكابتن خالد بيبو مدير الكره. مستمرين مع كل مشاهدينا وكل جمهورنا العظيم جمهور النادي الاهلي. بداية أكثر من رائعة الحقيقة، لعيبة النادي الأهلي المجهود كبير، الرغبة موجودة، الدوافع موجودة، كل الأمور دي الحقيقة هنتكلم فيها طبعًا مع كابتننا الكبير كابتن خالد بيبو مدير الكرة في النادي الأهلي. مبروك كابتن خالد، البداية مهمة جدًا اللي بتدي رسالة للجميع الحقيقة، النادي الأهلي عنده هدف الحفاظ على لقب بطولة الدوري العام، إن شاء الله بإذن الله اللقب 44 يكون في دولاب بطولات النادي الأهلي، مباراة صعبة لكن أهداف مميزة جدًا، النادي الأهلي حضر بشكل كبير جدًا للمباراة، كابتن خالد بيبو قيمته الفنية حابب يقول النهاردة على هذه المباراة المميزة جدًا لفريق النادي الأهلي. والله بسم الله الرحمن الرحيم، طبعا مبروك لجمهور النادي الاهلي وكل لعيبه الاهلي تعهدت ان هي لازم النهارده تكسب تسعد جمهور النادي الاهلي، والحمد لله قدرنا نكسب مكسب كويس 4 أهداف طبعا حاجه كويسه. فرقه النصر فرقه كويسه واستعدت بشكل كويس وعندها لعيبه جابت لعيبه كتير اول السنه دي، بس احنا الحمد لله كنا مركزين وبشكل كويس وقدرنا ان احنا نكسب الجيم. يعني الحمد لله المكاسب بتكون مهمه جدا، يعني كريم فؤاد النهارده حاجه يمكن ربنا كرم الحمد لله عوده من بعيد جدا جدا جدا، مودست النهارده اول مباراه، امام عاشور بيزيد في كل مباراه، رضا النهارده متالق، يعني ده بينعكس ازاي عليكم على الجهاز الفني يا كابتن؟ بص طبعا انا كريم بالنسبه لي النهارده حاجه كويسه، بعد فتره طويله اللعيب لما يبقى اصابه كبيره ويرجع بالشكل ده برضو، يعني بشكر الجهاز الفني والجهاز الطبي على المجهود الكبير اللي عملوه معاه عشان يجهز وان هو يبقى اول مباراه بالنسبه له يظهر بالشكل ده مجهود كبير اتعمل، فانا مبسوط له جدا وسعيد جدا بيه النهارده ان هو قدر ان هو يلعب وبيلتحم وبيشترك وان هو كمان ربنا يكرمه بعد فتره طويله كده يجيب هدف، دي حاجه كويسه. امام بياخد خطوه
وان شاء الله امام لعيب كبير وعنده امكانيات كتيره. كل لعيب النهارده كانوا كويسين والحمد لله، ونتمنى بقى على طول الدنيا تبقى ماشيه بشكل كويس. مش طول عليك لان لسه انتوا راجعين للقاهره، لكن موسم صعب، البدايه باينه، عندنا تلاحم كبير جدا في المباريات، مشاركين في عدد كبير جدا من البطولات، محتاجه كل الجديه وكل الحماس وكل الرغبه، ودور اكيد كبير للكابتن خالد بيبو لان اوضه اللبس مهمه جدا. يا كابتن خالد انت عارف بقيمتك الفنيه الكبيره جدا. اكيد موسم هيبقى صعب جدا، داخلين بطولات كتيره السنه دي وكلها في توقيتات قريبه من بعض، بتخرج من بطوله تخش على بطوله على بطوله ثانيه، يعني الموضوع طبعا مش سهل، بس هو ده يعني اللي عارفين، هو ده اللي عارفينه عن النادي الاهلي، ان هو لازم يعني في كل البطولات اللي بيخش فيها بيحاول طبعا يكسب، يعمل كل مجهود، واللعيبه على طول بتقدر ان هي تفصل ما بين كل بطوله، والحمد لله يعني قدرنا، وهنحاول ان احنا نجتهد في كل البطولات، لان جمهور الاهلي يستحق، جمهور الاهلي هو رقم واحد عندنا، وكلنا سواء لما لعبنا كوره واشتغلنا نادريين ولعبت النادي الاهلي، كل واحد مسؤول في النادي الاهلي هو نمره واحد عند جمهور النادي الاهلي، ودايما جمهور النادي هو اللي بيديك الدعم، مش اي حد تاني، جمهور النادي الاهلي هو اللي في ظهرك، هو اللي بيامنك، وهو اللي يبقى طول الوقت هو خط الدفاع الاول عنك، وانا اتعودت على طول عمري اللي بيدافع عني هو جمهور النادي الاهلي، مش اي حد تاني، جمهور النادي الاهلي هو في الفترات اللي انا كنت بحتاجه فيها والفريق بيحتاجه فيها كان جمهور النادي الاهلي نمره واحد، فانا متعود عليه ومستني منه ان هو يبقى دايما نمره واحد، لان هو نمره واحد بس. شكرا جزيلا. كل الشكر والتقدير للكابتن خالد بيبو وكل نجوم النادي الاهلي، بمشيئه الله ان شاء الله النادي الاهلي بالاداء المميز وبالجديه والرغبه الكبيره جدا لفريق النادي الاهلي، ان شاء الله البطوله رقم 44 تكون من نصيب النادي الاهلي. شكرا جزيلا زميل العزيز كريم احمد، واضح ان في رضا طبعا عن النادي الاهلي النهارده ومستوى النادي الاهلي والصفقات الجديده وعوده اللاعبين من الاصابه، وكان اهمهم طبعا كريم فؤاد. بالمناسبه اخر مره النادي الاهلي كسب فيها النادي المصري برباعيه كان 5 سبتمبر 98، من سنه 98 دي اول مره رباعيه اخرى للنادي الاهلي في مرمى المصري. بالنسبه للمباريات الافتتاحيه في الدوري، النادي الاهلي والنادي المصري تقابلوا 8 مرات كان معظمها تعادل، في الالفيه الجديده تقابلوا 4 مرات كان اخرها تعادل 2-2، ولكن او في الافتتاح الدوري 4 مرات، ولكن النادي الاهلي اول فوز ليه على المصري اليوم في افتتاح مباريات الدوري المصري العام. كابتن اسامه، النهارده برضو من الحاجات المميزة اللي النادي الأهلي بيرد فيها على المشككين تألق إمام عاشور ورضا سليم، ولكن قبل المباراة البعض كان متخوف من أن نتيجة مباراة اتحاد العاصمة تأثر على الأداء أو الشكل العام للعيبة المصري النهاردة. يعني اللي مشكك فيه، أنت سألتني على الصفقات في البداية. أنا قلت لك إمام عاشور إضافة قوية جدا للنادي الأهلي، وما زلت مصمم، والنهاردة لسه بيثبت كده، لكن هو غير مكتمل اللياقة على فكرة. هو بس فترة كبيرة جدا بعيد هو عن بس يسد ودنه ويركز في الملعب، لكن كل الإمكانيات متوفرة في إمام عاشور، كل الإمكانيات متوفرة. لعب تحت ضغوط كبيرة جدا مع نادي الزمالك، مع منتخب مصر، يعني عنده شخصية، يعني مش لسه هيجي خايف. كمية جري عنده عالية جدا. صحيح. بيسدد كويس. بيلعب أكتر من مركز وبيمرر. كل ده كلام ده قلته لك قبل الماتش. قلت لك رضا سليم وموديست أنا ما شفتهمش بصورة واضحة عشان أحكم 100%، ولكن قلت لك رضا سليم واضح أنه من ماتش اتحاد العاصمة في أكتر من كرة احساسي بيه ان عنده ثقه في التصرف. صح. عنده سرعه فائقه، عنده جرأة. بيروح واحد على واحد، بيعدي على طول، واضح انه لعيب كويس، وده النهارده هو اثبت كده، واحد من نجوم اللقاء، رغم انه بيلعب ناحيه الشمال اللي انا حاسس ان هو متكتف فيها شويه. أي. يعني انا عندي احساس لان هو بيتملي بيرقص على بره. يعني في لعيبه ايمن بيدخل لعمق الملعب كتير، يعني هو بيلعب على الطرف بس يدخل لعمق الملعب كتير. بيرسي تاو بيعمل كده، حسين الشحات بيلعب كده لما بيلعب ناحيه الشمال.
هو رضا النهارده في الجول ده كمان ماشي، هو دخل جوه اه، بس انا بتكلم حتى النهارده في ترقيصه كتير قوي، رغم ان هو مش اشول بس بيرقص لبره كتير. يعني احنا هنحلل الاهداف، لو هنحلل الاهداف دلوقتي اجيبوا لنا هدف هدف اه عشان بس ماشي نجيب هدف هدف لحد ما نجيب بعض اللقطات في الشوط الثاني ماشي. لا لو ابتدينا بالهدف الاول يا كابتن، لا ممكن نجيبها من الاول بعد اذنك يا سمير. ماشي، البدايه كانت كره ثابته كابتن اسامه، اتفضل. كره ثابته، علي معلول عملها كويس قوي على البعيده، اترد الثاني اعتقد ده كوكا، حولها ثاني بالعرض ثاني برده جاد طلعها. شوف شوف الكثافه. اصبر اصبر يا سمير، نقف هنا. بص كام لاعب، ادي 1 2 3 7 لعيبه جوه ال 18 ومحاوطين كمان الجزء اللي بره. وخلي بالك انا عايز اقول لك حاجه هنا، هنا الزياده العدديه لمهاجمي النادي الاهلي داخل ال 18. ما انا بقول لك في زياده عددية وعدد على بالظبط 5 على 4 في عدد كبير ده كنا بنفتقده كتير بعد المباريات. زياده عدديه كبيره، وارتدت الكره اكتر من مره، تصرف بقى من امام كويس قوي، الناس كلها بتفتكر انه هيسدد لانه تملي امام بيظبط نفسه عشان يسدد، لانه هو معروف المصري من صلحها خطوتين لرضا سليم اللي جاي واخد قرار التسديد في زاويه صعبه جدا على محمود جاد، اولا في وسط زحمه ورايحه كمان قويه وبعيده. يعني محمود جاد من الاهداف التي لا يسال عنها، يعني في اهداف ممكن محمود جاد النهارده يسال عنها اشتراك فيها، لكن دي صعبه جدا في الزحمه وفي الزاويه البعيده وعلى الارض، فموقف صعب قوي. فرضا سليم انا قلت لك ان هو من ماتش اتحاد العاصمه باين ان لعيب كويس وعنده كتير، يعني انا متوقع انه هيدي كتير. فالنهارده من نجوم اللقاء هو وامام عاشور. بيرسي تاو ادى بشكل كويس، كان ماشي كويس قوي ناحيه اليمين وعامل حركه وقدر يجيب جونين حلوين. ديانج برده كان عامل جهد كبير، رغم ان تاني انا مصمم ان هو في رقم 6 اللي هي امام المدافعين بيبقى اقوى، لكنه عامل جهد كبير. فالتحسن اللي حصل في اداء النادي الاهلي من نهايه الشوط الاول للسيطره التامه على مجريات الشوط الثاني، وخاصه بعد طرد باهر المحمدي واللعب المفتوح قوي للنادي المصري، قدر يجيب اهداف جميله، وده طبعا صحيح. الهدف الاولاني الرضا سليم يكون فتحه خير عليه ان شاء الله. فالنادي الاهلي ادى اداء كويس ورضا سليم تالق النهارده. عايز اقول حاجه على حته الكثافه جوه ال 18. ايوه كابتن، ما تنساش ان هي كانت كره ثابته مظبوط، فالكثافه في كثافه كويسه، لكن الكثافه عشان كانت كره ثابته وارتردت. أيوة. فيهم اتنين سرد باكين. ايوه، فمش الطبيعي انك تبقى بالعدد ده جوه ال 18 الا بعد كره ثابته. ايوه طيب، الجول الثاني بقى يا كابتن عادل مع بيرسي تاو، يعني نبتدي من الاول بعد اذنك يا سيدي. البدايه نص الملعب، اتفضل يا كابتن عادل. يعني بص، هو بيرسي تاو من الحاجات الكويسه اللي بيعملها دائما ان هو بيبقى بيختار المكان الفاضي لما بيبقى طرفية فيها مساعدة شوية، أو بالمعنى الأصح هو كان التحرك في البداية، يعني لو جبتها يعني لو نجيبها تاني مرة تانية من البداية بس يوقف من البداية خالص يا سمير، عشان بس هنا أوقف هنا يا سمير لحظة بس ماشي. هو دايما بيرسي تاو عنده ميزة من الحاجات الكويسة اللي بيلعب بيها طرف ملعب، رقم واحد ان هو بيفضي نفسه كويس، لما بيلاقي المدافع بيخش لجوه هو بيتاخر شويه لتحت، ما بيروحش بدري عشان ما يتمسكش بدري كويس. لو بيرسي تاو طلع بدري عند اللايزمان كده، لو هو وقف عند اللايزمان هتلاقي ان الباك الليفت اللي عنده اللي حسين السيد كان راح له بدري. الحاجه الثانيه المهمه ان هو عمل الباص واتحرك بغض النظر عن ان لعيب نمره 9. بص الكره دي معلش بعد اذنك مره تانية، الكره اللي هو هاني هيلعبها بقى البيرسي تاو، هي جمله مكرره اكتر من مره بس. يعني نقف هنا بعد اذنك يا سمير. ميزه بيرسي تاو يا كابتن ايمن فضل. انه لما بعد ما بيعمل اول باص بيتحرك ياخد الثانيه جوه ال 18 وفين قطري لتحت مظبوط، وسرعته خلي بالك وسرعته ما بتزيدش في الحته دي صح. يعني هو بيحط الباص ويجري خفيف علشان ياخد اللي على الطرف محمد هاني يروح
بره شويه علشان يفضي ولما تفضى بص هيعمل ايه نكملها بقى نكملها يعني نكمل كده نكمل بعد اذنك اعمل حته هنا بص دي فوت اللعيب ده ازاي بص دي عملها حلوه التفويته دي ولف يعني هو عنده مهاره اهم ما في مهاره بيرسي تاو لو جبنا الكوره من ورا زي كده هتلاقيه عاملها عارف لفه مش أيوه. شوطه صريحه ايوه يعني هو حاسس بالمكان يعني لففها بعيد ايد الجون بمعنى ايه بمعنى بص يا كابتن اول ما هتشوفها اقف هنا يا سمير لو سمحت لما يقف هنا وبيرسي تاو هو مركز هيعمل ايه بعديها اللي جايه في اللي بعديها أيوه. اللعب رقم 2 كمل يا سمره كده هنقف بعد ما نعدي ده بيفوت الراجل ده بين رجليه ولا اقوى سنتر هنا بقى هنا بس يا سمير اقف هنا بقى يا كابتن هو استغل غلطه غلط هنا 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 اللي بص هنا في نقطه مهمه هنا اول هنا يا كابتن في نقطه حلوه قوي في بيرسي تاو اتفضل ان هو حدد المرمى في الاول ما بصش تاني ايوه هو ده احساس المكان يعني بالزبط. بمعنى ايه اول ملف هو باصص على الكوره وليس لهذا لانه هو اصلا من البدايه عارف مكانه فين أيوه. اللي انت قلتها يا كابتن ايمن بيفتح لنفسه عشان الجون يبقى ايه مفتوح عليه عدى يا سمير كده هتلاقي الكوره عامله ما بصش للجون ما بيبصش عارف ليه لانه اصلا يعني هنشوفها دلوقتي عنده حته الاحساس بالمكان بس هي دي اللي عملت بص الجول بص الاحساس حمدي هنا تفوق الاحساس يا كابتن ايه الاحساس ان هو في التلت اللي هو او قدام الستة ياردة فالجون مفتوح من بعيد اهم نقطه حارس المرمى اكيد هياخد الخطوه عشان يسد الزاويه صح فهو بيعملها خارجه من بره لجوه بمعنى ان هي هتشوفها في بعيد عن مدى في اعاده ثانيه ان هو لاففها ومش عاملها في الاعاده دي هتبص تلاقيها هو لاففها بص يا كابتن ايوه ملفوفه من غير ما يبص احساس مكان صحيح هو ما بصش ده احساس مكان صح وده اللي هي ايه الاليه بتاعه اللعيب مظبوط بيرسي تاو في اكتر من مره اكيد بيشتغل على الحته دي انك انت اول ما تلف بالكره اكيد الحته دي لو انت تتذكر اهم واحد في العالم دلوقتي بيعملها محمد صلاح اللي هو احساسه بالحته دي اول ما بيلف هتلاقي محمد صلاح من غير ما بيبص عنده الاحساس انه يحط الكوره تبقى بعيده عنها وجاب منها اجوان كتير حتى في روما لما كانوا بيلعبوا ليفربول بيلعب روما صح. عمل دي اكتر من مره بيرسي تاو برضو حتى في الجون اللي بعده هيعمل كده ولكن في الجون ده المهاره الكبيره انه ما بصش على الجون صحيح. انه حدد الاداء وهو يعني ايه الثانيه صح بعد ما يخلص من واخد القرار من بدري مظبوط ده القرار ده صعب يا كابتن صحيح انك انت في تمارين كتيره قوي وفي ذاكره وفي انك انت بتحدد ازاي والتنفيذ كمان ودقه التنفيذ وحساسيه اللعبه عايزه اليه كتير صحيح. عايزه تمرين كتير صحيح الجول الثالث بعد اذنك يا سمير معانا بقى مع الكابتن بلال هتهلنا من البدايه يا سمير بعد اذنك ماشي هي كره مع امام عاشور رؤيه هايله التنفيذ اكتر من رائع لا وهو امام متميز في الحته دي حتى لما كان مع نادي الزمالك كان متميز صحيح في الكرات الطوليه بص طبعا يعني هي بص الجول مهاره فرديه بحته يعني فاهم قصدي حتى التحرك هو بص لو انت خدت بالك كابتن ايمن وهو بيتحرك الاول تحرك عرضي بعد كده خط طولي مظبوط فاهم قصدي عشان حته الاوفسايد ما يقعش بالاوفسايد مظبوط وده خد بالك وده الترقيصه النموذجيه ايوه تمام مفيش يعني ممكن يعمل على فكره ممكن يعمل ممكن يجلي عن كده كمان يعني بعد ما دخل يمين بص بعد ما رقص لبره كده ممكن كمان يوم قاطم تاني بس خلاص تيجي على يمينه بقى بس خد بالك بقى بص حسين خلاص راح هو طبعا لكن هو خلاص هو اخذ قرار خلاص هو اخذ قرار والقرار مظبوط كره تتشط في البعيده قويه كره هايله من امام عاشور التمريره هايله من رائعه جدا انا بقول لك هو متميز في الحته صحيح. دي متميز في الكرات الطوليه جدا 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 يعني عنده اللمسه دي رائعه وبتبقى مظبوطه يعني في اغلبيه الكرات بتبقى مظبوطه طبعا يعني ينقلك في ثانيه كمان امام لو يعني شويه بس يدخل في الماتشات تمام ويكتسب اللياقه البدنيه او تكتمل لياقته البدنيه هتشوف ان مردود افضل من كده بكتير جدا جدا يا كابتن ايمن انما هنا بيرسي تاو طبعا تعامل مع الكره بشكل رائع جدا الترقيصه ما كانتش بالعرض كانت الكره لورا شويه عشان يفتح بص يا كابتن يفتح الزاويه اكتر الزاويه ليه مظبوط بص
في عيب على جاد يعني، فاهم قصدي؟ لان طبيعي خلاص انت رحت وفتحت الزاويه والكره طولت بعيد، بص يا كابتن مش هتتشط في الضيقه، استحال غدر استحال، لكن قوه الكوره تمام، وان هي خبطت كمان خلتها تروح بالشكل ده، خد بالك. لكن التصرف طبعا بتاع بيرسيتا وتصرف رائع جدا، الشوطه رائعه جدا، التوقيت رائع جدا، وان ياخد الكره لبره عشان كمان ما يديش فرصه يبقى في مشاركه مع حسين، لان هو لو رقصوا على جنب ممكن اي تاكل يعمله حسين هتبقى قريبه، فاهم؟ بص رقصوا بره ازاي يا كابتن ايمن عشان يوسع لنفسه ويبعد عن حسين كمان، ويدي لنفسه فرصه كمان يا يشوط من لمسه واحده يا اما يشتغل او اما يكمل بالكوره. فتصرف رائع جدا من بيرسيتا، واللي بعد حاجه مشتركه بلال جولين بتوع بيرسيتا، وفي حاجه مشتركه بينهم ان هو ما بيبصش على الجول، هو حدد الجون. هو بص، هو عنده خبرات طبعا عاليه جدا. الجون الاولاني والثاني لو بص حتى في الجون ده ما بصش على الجون خالص. أيوة ما عملش نظره للجون، خد بالك ان ده تحديد المكان واليه التدريب، دي اسمها اليه اوتوماتيك يا كابتن، خد بالك انت اوتوماتيك، انت اليه التدريب بتبقى حافظ الخطوط وانت وشك في الارض، وتبقى مش بس كده، بتبقى حافظ تحركات الجول هيروح فين. يعني انا مثلا ممكن وانت بترقص كده عارف ان الجول ممكن في الحته دي يطلع قدام شويه، فبتعمل كره تشيب، عارف ممكن يبقى داخل في الجول، وانت بتلعب الكره تلاقي تحس ان الجول في القريبه او رايح على البعيده، فتقوم عاله يعني في الضيقه. يعني انتوا كنتوا هدافين انت والكابتن ايمن طبعا والكابتن شريف، كنتوا هدافين كبار، التهديف بتاعكوا انا لو ممكن مسكت واحد فيكوا اول ما بيجيب الهدف هقول له جاب الجون ازاي، ممكن ما يبقاش عارف. دي اسمها اليه، عارف الاليه دي تيجي ايه؟ من الشغل على الجون كتير. صحيح. كتير اكيد كتير. صح. اول ما الشغل زي اللعيب الباسكت، لو انت خليته يلعب ثلاثيه كتير احساسه بالثلاثيه بيلعبها من غير يعني آلية. صح؟ هي آلية. الآلية بتيجي التكرار والحفظ من الملعب طبعا يا كابتن. صحيح. التكرار وحفظ الملعب طبعا. طبعا. صحيح. طبعا وحفظ الجول بيتحرك فين وهتلعبها ازاي وبأني شكل، وهتلعبها ضعيفه ولا جامده وفي الضيقه ولا في البعيده وعاليه ولا بص الاثنين ما بصش فيهم لانه محدد. وكتير قوي من الفراوده المدربين لو مرنوهم على الخطوط، بمعنى ايه؟ انه يحفزوهم الخطوط والحاجات دي يا بلال هتسهل عليهم كتير قوي. صح. طيب كابتن شريف قبل ما نتنقل للجول الرابع، ايه رايك في الجولين بتوع بيرسيتا؟ قلت لك ما تفتحش الموضوع ده. ليه؟ كان لازم كل ماتش يعمل كده. كان متالق. واتكلمنا على ليه هو بيلعب لعيبه وهو مصر يلعبه في ناحيه اليمين. لان دي القطعه اللي بيقطعها ودي سعره في رجله الشمال اللي هو بيقدر يبعت في كل مره، مش اول مره يعملها. اعتقد عملها في الترجي، جاب جولين متهيألي في الترجي على ما اعتقد بنفس الشكل. لما دخل جوه نفس الشكل كده في الترجي التونسي. جاب جولين زي دول، فهو ده اداء. وجاب في صن داونز السنه اللي فاتت اداء، جاب من صن داونز بس ده حطوطه بشماله في بالظبط، كان متغاظ ومتعصب وحط قوته كلها فيه. أي. فهو ده بيرستاو اللي مطلوب منه في كل ماتش. ايوه هو ده التفكير اللي لازم يلعب بيه على طول. يعني سهله جدا، انا الحته اللي بخش ناحيه اليمين وغالبا بقطع لجوه. ايوه يبقى ده زي ما كان عادل بيقول لك، محمد صلاح دايما على طول لو اتيحت له الفرصه ونجح في الدخول ده بيبعتها برده، بيبعتها كويس بعيد. وساعات بقى بياخدهم ويروح داخل بيهم لجوه تاني. وعملها بشماله رايحه في العارضه وداخله. يعني اللعيب دايما الحريف اللي هو بيقطع زي بيرستا وكده بيبقى عنده امكانيات يشوف الجول بقى، يحس الجول ما فيش، انما هي سعره في اللعبة دي. طب نروح بقى للجول الرابع كابتن شريف، نشوفه ونشوف كره كريم فؤاد والاسيست اللي يعني ده ولا اروع التحكم في المباراه. اللي بيحصل قدامك ده الباص ده كله، الثقه اللي موجوده دي كلها، روح اللعيبه انها خلاص عايزه تزود. نجيبها من الاول بعد اذنك يا سمير، من قبل كده من الاول يعني. من الاول خالص هي طبعا ديانج سيطره وهيمنه من النادي الاهلي. ده ديانج كويس، ده عبد القادر لا ده قفشه الكريم. واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه، دي خامس كوره اللي بتتلعب دي. بص بص الفكر بقى، واحد نفسه مفتوح عايز يلعب، بيستغل موهبته، بيستغل كل حاجه، بيستغل تحرك كريم. صحيح كريم اتحرك، ابتدى الكره كويس وتحرك كويس وربنا كفؤه. هو جاد لعب على رجل كريم على اساس ان هو هيلعبها بالوش رجله الخارجي في الزاويه البعيده، الكره راحت رايحه فتحرك قبلها. يعني هو نام قبلها بنص نومه كده، راحت الكره جايه في ايده وداخله جول، ولكن
ده من اجمل اهداف المباراه الحقيقه. يعني ده كلاعب كلاعب هي كده نص نوم يا كابتن صناعه هو كده متغطى هو كده بنسميه اتهز ارتكازه يعني مش نص نوم صحيح. وبعدين هنعمل شوف شوف قفشه لا 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 انا اللي عاجبني اكتر حاجه في الجول ده معلش يا كابتن مش الباص ولا الدبل باص ولا الوان تو اللي عاجبني التحرك بتاع عبد القادر التحرك النزول قبل ما الكره تتلعب كمان طالبها بيطلبها انت خد بالك لو شفت هو الكره مجدي مسك الكره هيلعب لكريم فؤاد بص بص انا بس لو يرجعها تاني هتلاقيه بيطلبها نزل لتحت تمام في التويده بص بص يا كابتن هو خلاص اوريدي هو اوريدي نزل لتحت قبل ما الكره تتباصى لكريم فؤاد بالظبط هو ده اللي سهل الجول هو ده اللي خلق الفرصه هو ده اللي صنع هو عنده مهاره عاليه قوي في طبعا لا بس طبعا. انا عايز اجيب يا سمير بعد اذنك تجيب الباص الاولانيه من قفشه اوريك قفشه عمل ايه ده الفكر بتاع اللعيبه الكبار أيوة. بص لا ارجعها اول ما قفشه بس يعمل الباص بص قفشه بص الرجوع تاني أيوة. خلاص استوب يا سمير قفشه لما بيعملها عشان ياخد تاني يبقى هنا عمل قفشه عمل ايه يبقى زود واحد تاني للي بيلعب علشان ياخد الكوره بص يعني قفشه بص اهو عبد الله بص يا كابتن بص يا كابتن عبد القادر بينزل نزول شايف مظبوط هو مش شايف هو مش نازل يستلم من مجدي ايوه لو خدت بالك لان هو ظهر كمان وقف عشان ممكن يرد له انا عايز اقول لكم على حاجه فضل. ده الهدوء في ده الوانسري ده الهدوء في التنفيذ اللي افتقدناه الماتش اللي فات شوف الهدوء هنا في التفكير وفي التنفيذ احنا لو كنا الخمس دقايق دول في المباراه اللي فاتت بنفس التفكير ده بنفس التحركات دي اعتقد كانت المباراه هتبقى بس هنا الجيم هنا سواء الماتش اتفتح الماتش اتفتح الجيم هنا اسهل كمان والفرقه مختلفه لا فرقه الاتحاد العاصمه اقوى بكتير من لا انا بتكلم على كتير جدا لا هو لا صعبش علينا برضو لا هو الاتحاد العاصمه اقوى بكتير جدا من ماشي غير القوه فنيا طبعا بص بص ولا لا بص يا بلال بص يا بلال غير اقوى فنيا هم لعبوا النادي الاهلي على قد امكانياتهم صح. وفكر مع انه يقفل مساحات انه يضايق لعيبه النادي الاهلي ويلعب على هجمات مرتده لكن المصري النهارده عايز ينط بنالتي كهربا لكن جون كهربا عادل النادي الاهلي كسب 3-0 عادل الاهلي يكسب عشان انا بس للفرق لا لا بس لو الاتحاد العاصمة بيلعب اي فرقه من الفرق اللي هيكسب لا بس يا بلال بص النهارده المصري ممكن يكون ايكوال مع بص يا بلال يعني. اتحاد العاصمه لعب على قد ظروفك على قد ظروفه وقفل كويس قوي وبيلعب على هجمه مرتده النهارده النادي المصري بيلعبك من اول الجيم مفتوح قوي واتفتح اكتر كمان بعد الطرد اللي هو المفروض الوقت اللي يقفل فيه ادالك مساحات كبيره جدا فالنادي الاهلي قدر يستغلها عشان كده كل ما انت بتجيب اجوان اللعيبه نفسيتها بترتفع اللعيبه بتبقى مشتاقه انها تلعب وتادي اللعيبه اللي نزلت مشتاقه ان هي زي ما اللعيبه اللي خرجوا جابوا 3 اجوان و ماشي كابتن حسام بس ايه علاقه جالهم نشوه ده بيكون فرقه الاتحاد مقارنه بالمصري لا اقوى طبعا بكتير اتحاد العاصمه اقوى من المصري بكتير جدا لا 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 اقوى في القوه البدنيه في السرعه في الضغط في الجزاء لا لا مش اقوى لا مش اقوى هي تفكير الكره مش بس انك تقعد ترقص لا انا بقول لك الكره ازاي انظم ما هو اي تنظيم اضغط امتى حافظ هي دي كره القدم بص يا بلال بص يا بلال هي مش القوه يا كابتن ان انا مثلا معايا 2 3 بقى افرادا مش اقوى لا اقوى طبعا لا لا لا, لا تنظيما كانوا اقوى لكن مش افرادا هو في نقطه اكتر هو في المباراه بدنيا كانوا اقوى تنظيما انا رايي هم ما كانوش اقوى ظروف المباراه اللي وصلت لكده زي ظروف المباراه النهارده تاخرت في وصلت لكده انت تاخرت في الاهداف بتاعتك الاول انت انا كنت عايز اشوف اتحاد العاصمه في البلان الثاني لو هو اللي دخل في الجون ايوه صح مظبوط لو كان دخل في الجون الاولاني وجون قهر انا مش بتكلم عشان الحكم بس انا بقول لك يا بلال يعني نحي المفتاح انا مش بكلمك على مقارنه بالاهلي لا بص لا مش الاهلي برضو انا ما بقارنش بالاهلي لا خليني اقارن بقول لك المصري واتحاد العاصمه مين اقوى لا انا اقول لك مش بكومبير الاهلي في الموضوع مش بحط الاهلي اقول لك حاجه لعيبه المصري اعلى من لعيبه الاتحاد العاصمه
هاتهم لا لا كأفراد. لا استحالة كابتن هاتهم كأفراد استحالة كابتن ده بطل الكونفدرالية يا كابتن انت بتتكلم ازاي؟ ده بطل الكونفدرالية يا كابتن انت بتتكلم ازاي يا بلال؟ ظروف المباريات بتختلف يا بلال ايا كان الظروف انا مش بتكلم على لا بتكلم على ماتشه مع الاهلي وامكانياته ضد الاهلي يا كابتن يا جماعه بس عشان بتكلم واضح انا ما بتكلمش مقارنة بالاهلي يا كابتن اسامة انا بقول اتحاد العاصمة اقوى من المصري ما بقولش اقوى من الاهلي عشان برضو يبقى الكلام واضح ما كانوا اقوى تنظيما كانوا اقوى تنظيما اقوى فهمت بس ظروف المباراه خدمته ماشي خلاص في قفل الجيم على النادي الاهلي لدرجه انت الشوط الثاني ما شفناش اي تواجد لا وظروف المباراه مش كان كامل سالم ظروف المباراه ايمن الدوري الجزائري اتفضل يا كابتن يا بلال انا هقول لك بس يا عادل ثانيه واحده بس اكمل دي اتفضل يا كابتن ظروف المباريات يا بلال بتختلف زي ما عادل قال لك ما انت برضو ما تعرفش لو النادي الاهلي جاب جون بدري في 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 اتحاد العاصمه الماتش هيمشي ازاي خلي بالك النادي الاهلي النادي المصري مغلوب النهارده 1-0 اول مباراه ليه في الموسم وعلي ماهر كمان لعب بشكل مفتوح قوي ففي مساحات كبيره جدا اتفتحت فظروف فرقه المصري في ماتش النهارده غير ظروف فرقه اتحاد العاصمه في ماتش الاهلي بس ظروف المباراه عشان برضو فرق بلال قال نقطه برضو لازم نتكلم فيها يعني انت شايف ان التدعيمات اللي قام بيها النادي المصري مش تدعيمات جيده او مش واضحه بالنسبه لي ما هو لسه عشان البدايه بس يعني اما انا مش عايز اقول لك هي سيئه او جيده هي مش واضحه بالنسبه لي فاهم قصدي ما انت النهارده مثلا مودست انت تقدر تقول ان هو لعيب امكانياته قليله ما تقدرش تقول امكانياته لكن النهارده في المباراه ما ظهرش لكن هل المباراه لما ياخد ويكتمل يعني واضح ان هو عنده مشكله بدنيه او لسه ما اكتملش بدنيا كمل فهل النهارده احنا ممكن نقول ان هو يعني نسقط ونقول النهارده لعيب مش جيد لا ليه عندك نموذج بيرسيتاو لما اول خمس ست شهور مع النادي الاهلي كنا بنقول الصفقه دي صفقه فاشله وما ينفعش تيجي النادي فلافيو وانت ازاي سيبك يعني كان احنا بنتكلم بقى في 20 سنه فاتت لكن انا بكلمك في السنه اللي فاتت دي على طول والسنه دي جبت لعيب تمام من برايت نفس برضه نفس الاجواء نفس الاتموسفير يعني فاهم جاي من بره فانت جايبه فبتقول ايه ان ده لا مش هو ده اللعيب اللي ممكن يديك قعد ست شهور بيتصاب ما بيلعبش فابتدينا يعني اصبح في شكوك على امكانياته لحد ما ظهرت امكانياته وابتدينا نقول لا ده بيرسيتاو لا لازم يبقى موجود في ملعب يعني من اول دقيقه واحيانا المدير الفني ممكن يبقى تعبان ومجهد ويسيبه لاخر دقيقه في المباراه على امل انه ممكن في وقت من الاوقات ان هو يكسبك مباراه فانا ما اقدرش اقول ان المصري يعني اخفق في التدعيمات بتاعته لا اتفرج الاول خمس ست ماتشات واقول لا هركب خد بالك وممكن المدير الفني كمان يسيء استخدام اللعيبه مش بس خد بالك ما بتبقاش بس قدرات وامكانيات لعيبه ايمن ممكن المصري ثانيه واحده المصري انا شايف ان صفقاته هايله وانا بقول لك ان المصري هيبقى من الفرق القويه السنه دي بصرف النظر عن النهارده اول مباراه ليه وقلنا علي ماهر كابر يعني لعب بانتحار قوي وبالذات بعد الطرد المفروض كان يلم نفسه شويه ويلعب على هجمات مرتده يقفل المساحات لان النادي الاهلي اجهز منه وفرقه احسن منه ومش الاهلي اللي كان في الوقت ده طبعا الاهلي كان فايق وفارس سيطرته من اخر الشوط الاولاني اذا كان المصري او غيره الاهلي فاد الاداء بلا شك يا كابتن شريف يا كابتن شريف خلينا كمل انا ما قلتش ان الاهلي احسن طبعا احنا بنقول ان علي فتح الجيم جازف وفتح الجيم قوي وانت لو مكانه كنت هتعمل ايه لا طبعا اقفل الجيم لا طبعا انت بتلعب 10 خصوصا بعد الطرد انت بتلعب بعد الطرد 10 ازاي لازم اقفل النتيجه 3 نقاط يا كابتن لا يعني ازاي انا 10 لعيبه بلعب قدام النادي الاهلي اصبر لا طبعا يا ايمن اكمل في الجيم بعد اي حد هيبقى يا عم انتوا مش بتخلونك لما اكمل كلام انا مش بكمل انا اصلا كنت المفروض اكمل بعد شريف اتفضل علي ماهر احنا ما بنقولش انه المدير الفني في كل مره هياخد موقف ممكن كان يعمل كده ويتعادل ولكن احنا بنقول انك بتلعب مع النادي الاهلي الاجهز فنيا ولعب ماتش رسمي الماتش اللي فات والاحسن لاعيبه والاكثر تصميم على الفوز في الطرد منك واحد بدري مش الطرد في اخر 10 دقائق او 5 دقائق فانا بجازف وبنتحر لان خلاص الماتش بينتهي الطرد واحد بعد 5 دقائق من الشوط الثاني هو صمم انه يلعب بنفس الاسلوب المفتوح قوي فالنادي الاهلي استغل المساحات دي مش معنى كده الاهلي احسن طبعا طوال المباراه وبالذات الشوط الثاني لكن احنا بنقول ان علي ماهر كان ممكن يقفل الملعب ويجازف في الفتره الاخيره
الحاجه اللي انا بقولها انه اللعيبه اللي جابها علي ماهر من وجهه نظري الشخصيه سواء باهر المحمدي سواء مروان حمدي سواء سمير فكري سواء محمود حماده سواء اعتقد فخر الدين يوسف الشامي كل دولت انا اعتقد انه هيفيدوا النادي المصري ولكن بس بشيء من لما يلعبوا اكتر وبشيء من التنظيم مع الكابتن عامر هيبقوا احسن. ارجع بس ارجع بس للحته بتاعه اتحاد العاصمه والنادي المصري ماشي. يمكن الكابتن اسامه قال في مجمل كلامه اللي المفترض اللي حصل النهارده والمباراه اللي فاتت الفرق ما بين بن شيخه وعلي ماهر كان فرق الواقعيه اللي لعب بيها بن شيخه وعدم الواقعيه اللي لعب بيها علي ماهر. الفرق اللي هنا الحكم في ماتش اتحاد العاصمه ساعد سيناريو الاتحاد العاصمه كويس وهنا الاهلي احرازه للهدف الاولاني ثم تهور باهر المحمدي وتهور علي ماهر في حته انه يكابر انه يكمل المباراه علشان يخطف بونت من النادي الاهلي هو ادى لكده. ولكن قوه نادي المصري لو عملت حتى قيمه تسويقيه ما بين اتحاد العاصمه والنادي المصري هتلاقي القيمه التسويقيه بتاعه النادي المصري اعلى كتير. لعيبه المصري يا كابتن بلال احنا متفقين ان هم خامات جيده كلهم. يعني الكابتن اسامه اتكلم على كل اللي اشتروهم السنه دي غير اللي عنده من عنده من احسن اللعيبه زي يا كابتن عادل. الفرقه لسه واخده الكونفدراليه من الفرقه بتاعتك اللي بتنافسها هناك. طيب احنا ما بنقولش فرقه قليله لا مش فرقه قليله لا احنا بنقول فرقه المصري خلي بالك في الاول والاخر بتقول افضل منها لا انا بقول لك ظروف تسويقيه اعلى من كابتن بلال لا تقارن اعلى تقارن الدوري المصري والدوري انا اسمع كابتن الدوري السعودي بالمقارنات الطبيعيه بتاعت الناس انا هنا بدفع فلوس ممكن في لعيبه مش مكانها كويس انت هنا انت بتشتري من على الترانسفير ماركت ولا انت بتروح تدفع فلوس بناء على العرض والطلب على العرض والطلب كل ما اللعيب يخلق بص يا كابتن بلال انا عايز اقول لك حاجه كابتن عادل كره القدم كده صناعه يعني انت لما بقى عندك تنافس على لعيب ويوصل رقم النهارده في الدوري المصري ل 150 مليون جنيه هو الدوري المصري اصلا كله على بعضه ما بيجيبش مين مش دعوه بالدوري المصري انا بكلمك كل القيمه التسويقيه القيمه التسويقيه ما بين ومين ومين ما بين اتحاد العاصمه وجهات نظر يا عادل وفرقه المصري فرقه المصري اللي عايز اقوله ان دي وجهات نظر ايوه بس انت كابتن عادل وجهه نظرك كده كابتن بلال وجهه نظره العكس فرقه المصري مفيش مشكله افراد عاليين جدا وقوه عاليه قوي وانا مع الكابتن اسامه السنه دي بس اتحاد العاصمه السنه دي هيعمل حاجه كويسه هياخد فرقه جامده قوي اه طبعا وبرده في بدايات موسم وزي ما المصري في بدايات موسم فالدنيا كلها خدت بالك في هنا اعذار وهنا في اعذار والبطل واحد اللي لاعب الفرقتين مظبوط هنا كان في توفيق زي ما انت قلت كلمتين حلوين قوي حكم ساعد على تاخر تقدم النادي الاهلي غير في سيناريو المباراه ظروف المباراه بيختلف ظروف المباراه بالزبط. خدمت فرقه الاتحاد العاصمه ولكن فرقه الاتحاد العاصمه فرقه كويسه طبعا فرقه اكيد كسبانه بطوله كلهم افراد مظبوط كلهم تحركات كلهم حاله بدنيه جيده كلهم زي ما انت قلت مدرب بن شيخه 10 على 10 اراك كويس جدا مظبوط وارى مفاتيح هجومك ازاي واطرافك ازاي ومش ايه وتعامل وظروف المباراه ساعدته انك انت جبت ده دوري وجبت بطوله من يوم وكسب دي مهمه يا ايمن تلعبه أيوة. بقى في بطوله افريقيا ولا تلعبه في اي حاجه تعدي عليه بخمسه سته تكسبه أيوة. في ظروف تانية ايمن انت لما كمدير فني لما بتلعب مع فرقه اقوى منك زي النادي الاهلي وظروفك انك بتجيب فيها جون وبتلعب على تضييق مساحات وتضيع وقت وهم استعجال منهم لانه عايز يستعجل غير صح. لما انا الاهلي اللي بلعبك بجيب جون الاول وحصل عندك طرد طب. وانت كمان مفاتح الملعب موضوع ظروف المباراه مختلف عن الظروف ما لعبناش 3 دقايق على بعض ما انا بتكلم على ايه بتتكلم ان ظروف المباراه مختلفه تماما مختلفه صح. لكن فرقه اتحاد العاصمه فرقه طبعا تحترم طبعا. والف مبروك ليهم البطوله فرقه قويه جدا وطبعا الجزائر طول عمره تاريخه كبير سواء منتخب او انديه يعني صحيح. طيب فجينا خلينا نقيم الخطوط النهارده لو بدانا بخط الدفاع كابتن شريف الحقيقه انا ما شفتش اي خطوره يعني خطوره خالص على مرمى الشناوي حتى الخطوره اللي جت من خبطات في الديفنس والبتاع وكانت بتترجم في هاند بول في الاخر الخطوره بتيجي كده في الحكايه انا ما شفتش الشناوي خالص النهارده في اي حاجه يمكن
جميع المباريات اللي فاتت كنا بنشوف كان في اختبارات عليه، كان في شناوي بيطلع وبيطلع واحده، بيطلع مع كرات عرضيه وكره بتيجي من بره بيتشاط عليه واحده من بره، ما حصلش اي حاجه النهارده. فعشان كده انا في حديثي قبل كده قلت لك انا عاجبني النهارده رامي ربيعه جدا، عنده ثبات وعنده تغطيه جامده قوي من ناحيه محمد هاني ناحيه اليمين، وكالعاده محمد عبد المنعم حاسس بالوجود وشخصيته موجوده في هذا المكان مع التعامل مع علي معلول والحسابات اللي هي امتى الراجل ده بيغطي ناحيه الشمال والراجل ده بيغطي ناحيه اليمين، فكانوا عاملين حاله بالنسبه لاحمد نبيل كوكا وامام عاشور. لا 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 انا بتكلم من الاول على انا بقول لك دول خلينا بس كانوا عاملين حاله للثلاثه نص الملعب الثانيين بيخلوهم على طول في ظهرهم وعلى طول عاملين واحده واحده معاهم، فما تحسش ان في المساحات اللي تقدر يتعمل عليك فيها اي باص او يتعمل عليك سو باص، اي كره طويله كانت بتحصل كانت بتبقى ملك الشناوي. صحيح. كان في تنظيم بين نص الملعب والدفاع مش مخلين عليك اي خطوره. صحيح. خط النص النهارده كابتن اسامه ثلاثي خط الوسط، يمكن احنا في البدايه استغربنا شويه من عدم تواجد مروان عطيه وان احمد كوكا بيلعب عليه، ولكن اداء خط النص النهارده كان اداء متميز وخصوصا الشوط الثاني. الشوط الاولاني زي ما قلنا المباراه اساسا كانت ما فيهاش خطوره كبيره من الفرقتين باستثناء العشر دقائق الاخيره او ربع ساعه الاخيره، النادي الاهلي ابتدى يضغط بشكل كويس. ثلاثي الوسط النهارده احمد نبيل كوكا بيلعب امام قلبي الدفاع، وقلنا المصري ما شكلش خطوره كبيره، كان هو حلقه الوصل مفروض بين خط النص والخماسي اللي قدامه اللي هو كان يمينه ديانج وشماله عاشور وامام عاشور والثلاثه طبعا اللي قدام، فادى بشكل كويس، ما فيش ضغط عليه كبير، ما فيش هجمات خطيره قوي النادي المصري. امام عاشور وديانج قلنا ديانج بيلعب ناحيه الجنب اليمين وامام كان ناحيه الجنب الشمال، بيكملوا كتير ورا الفرقه ولكن ما فيش اللي هي التمريرات بس اللي هي البينيه شويه زي الجون الرابع مثلا اتعمل بين قفشه وعبد القادر وعبد القادر عملها في العمق لكريم، دي مش موجوده شويه في اسلوب لعب ديانج وامام، هم ليهم اسلوب لعب ان هم اللي بيكملوا بنفسهم بيسددوا، لكن حركه كبيره من الاثنين سواء ده في الطرف اليمين او في الطرف الشمال. امام عاشور شارك في هدفين، صناعه هدفين النهارده، بيسدد يعني اكتر من كوره، وهو امام معروف انه متميز بالتسديدات لكن لسه ربنا ما وفقوش في واحده فيهم لكن اكيد هتيجي يعني، لكن شارك في صناعه هدفين. ديانج قام بجهد كبير جدا طوال المباراه، ويمكن بقى الشوط الثاني تفوقوا خالص وسيطره تامه من الثلاثي على وسط الملعب، وكان ليهم طبعا دور فعال في مكسب النادي الاهلي النهارده، ومحتاجين طبعا مزيد كمان من. خليني اكلمك في نقطه مهمه جدا بخصوص حته السيطره على منطقه المناورات. في ماتشات كتير جدا السيطره والاستحواذ بدون فعاليه على المرمى لا تعني شيء. طبعا بص ايمن، انتوا دايما تركزوا على حته السيطره والاستحواذ على نص الملعب. بص ايمن، السيطره والاستحواذ على نص الملعب. بص الاول الاستحواذ ايمن بيعمل لك حاجتين ثلاثه. اول حاجه الاستحواذ بيدي لك ثقه انك انت اللي مسيطر على الملعب وان الكره معاك انت، الكره معاك انت يعني مش هيجي فيك جون، ما هو طالما الكره معاك انت مش هيبقى فيك، انت مش هتضغط لو فقدتها ثانيا. طبعا ما انا بقول لك استحواذ، ما انت عامل استحواذ. ثانيا انت كده بتمنع الفرقه الثانيه ان هي واخده الكره وتعمل هجمات على مدافعينك، مش مزبوط. انت كده المهاجمين مش بيجروا عشان يقطعوا الكره، فانت برضو مش تعبان وانت مسيطر على الكرة. ولكن السيطرة دي لو هي سلبية مش هتبقى ذات قيمة طبعا. يعني ممكن في فرق ساعات بتبقى السيطرة بتاعتها أقل، استحواذها أقل، ولكن مؤثرة جدا في الهجمات اللي بتعملها، فيها خطورة كبيرة جدا، فيها واضحة. وفي ساعات فرق تسيطر كتير قوي بس لمجرد السيطرة، لكن ما بيعملش اختراقات كويس، ما بينهيش الهجمة بشكل كويس، فدي ساعتها السيطرة مش هيبقى ليها أي قيمة. فالنادي الأهلي النهاردة قدر يجيب أربع أهداف
وسيطر على المباراة، وبالذات قلنا من نهاية الشوط الأولاني وتقريبا كل الشوط الثاني. لكن أنا بتكلم على التمريرات البينية اللي في العمق، ساعات بتبقى من عوامل القوة عندك في الهجوم. يعني أنت في كرات عرضية، في كرات طولية زي اللي إمام عاشور الجون الثالث اللي عمله لبيرسي تاو من نص الملعب عملها له خلف حسين السيد، دي كرات طولية. لكن التسديد من الحاجات المهمة، كمان التمرير البيني اللي في العمق اللي هي زي جون زي كرة الجون الرابع بتاعت كريم فؤاد، فدي يمكن ناقصة شوية يعني. لكن بصفة عامة الثلاثة قدوا مباراة تعتبر جيدة، وأنا أتصور أنه مع الوقت كمان اللي منسجام يزيد الأداء هيبقى أفضل من كده يعني بإذن الله ربنا. اتكلمنا عن أداء الخط الأمامي كابتن عادل. يعني احنا اتكلمنا على سرعات رضا سليم وتاو، يعني خلينا بس نقول نفكر بالكلام اللي احنا قلناه، انه لو كان الاثنين غيروا مكانهم، لو قلت ان رضا يروح الناحيه دي رضا يروح الناحيه دي، ما كانش بيرس تاو جاب جونين. يعني ما كانش جاب جونين النهارده من عدلته ناحيه الشمال، صح؟ هاي. وريدا سليم ما كانش كمان دخل في الحته دي وجاب الهدف. لا يعني انا بتكلمك على ايه يا كابتن ايمن، على اقرب واحد للفكره هو كولر. اي طبعا. ليه؟ لانه هو اللي شايفهم طبعا. هو اللي بيحسبها. يعني بيحسبها ازاي؟ ممكن يكون الاثنين لما يلعبوا في المكانين يدوني انتاج اكتر من الاثنين لو يلعبوا الناحيه دي، رغم ان انت ممكن تفكر تقول لا، ممكن لو كل واحد لعب في مكانه هيدي نتيج اعلى وافيد، لكن انت مش شايفهم. أيوة. انت مش شايف امكانياتهم، انت مش شايف ايه الحسبه اللي تحتيهم، مين اللي تحتيهم، ومش شايف ايه الحسبه اللي مين اللي هيغطي عليهم، او هم مش هيساعدوا مين، او من الناحيه دي الفرقه اللي بلعبها ممكن يكون الباك رايت ابطا فرضا سليم يروح اسرع، او العكس تماما ممكن يكون واحد اقوى. لا هو كانت رؤيه، في رؤيه تانية على اساس انك انت بتلعب براس حربه اساسي مودست، هو متميز في الكرات العرضيه وفي الكرات العاليه الراسيه، فكان الكلام ان كل واحد يلعب في المكان اللي هو بيتميز فيه. يعني مثلا زي ما قلته في بدايه المباراه ان رضا سليم عنده مميزات. متميز في ايه؟ في الكروس. ايوه بيعدي ويعدي على الخط وبيعملها كويس جدا. طب اقول لك حاجه، فضل. من سمات وصفات الاثنين مش الكروسات، انه يخش جوه ويحاول يجيب جول ويروح يجيب جول، وانه كويس. يلعب الوان الوان 3 زي اللي ممكن يسيب الكلام ده يبقى في تنوع. الكلام ده يبقى في تنوع، بيبقى في تنوع، هو في تنوع. لكن هو مين اللي بيعمل الكروسات في الوقت ده؟ الزهراء. هو ليه الفكره انك بتلعب واحد رجله يمين في ناحيه الشمال؟ علشان لما يخش لجوه يسيب لك المساحه للي وراه. هي عايزه، كنت بتكلم انا وبلال في الموضوع ده، بنقول ليه في اوروبا هم بيحطوا ناحيه اليمين بيبقى اشول وناحيه الشمال بيبقى ايمن، زي الهاندبول. أيوه. بيعملوها زي الهاندبول. أيوه. عشان الجون يتفتح. لكن ليها كمان ابعاد اكتر. ايه الابعاد؟ الابعاد المدافعين اللي هم اللي ورا، السرعه والقوه، وهم اللي بيبقوا الاطراف الحقيقيين. دول بيبقوا روس حربه تانيين، هم اللي بيبقوا روس حربه اللي بيجي. هل هنا في مصر ممكن يجي واحد دياجونال ران اللي هو بتاع نص الملعب اللي ياخد الدياجونال عشان يروح، او الجري القطري عشان يروح ياخد من الطرف اليمين يا كابتن ايمن؟ هي بتتفتح عشان دي، بتتعمل عشان دي، ليها اكتر من فكره عن الكروس. اول حاجه حته الكروس دي، ده العادي بتاع اللي بيلعب على الطرف، عشان لازم لما بتروح على الطرف عاوز توصل الكرة بتعمل كروس. ودلوقتي كمان ما بقاش الكروس بيبقى صريح، انت بتروح وبترجع الكرة لتحت علشان كله بيبقى رايح علشان القادمين من الخلف هم اللي يعملوها. دلوقتي مثلا في كل أندية العالم تلاقي لاعب نص الملعب اللي ناحية اليمين هو اللي بيطلع يكمل ناحية اليمين، اللي هو لو انت بتلعب بثلاثة ونص ملعب، الثالث بتاع نص الملعب هو اللي بيروح يكمل في الطرف، او الظهير الايمن هو اللي بيروح يكمل في الطرف. انت بتلعب الراجل اللي بيلعب برجله اليمين. زمان لما كنا كابتن مصطفى عبده كان بيلعب وينج رايت. ايوه وينج رايت، بمعنى الوينج رايت. أيوه. اللي هو على الطرف
عشان يروح يعدي ويروح يعمل كروس. حلو، ما كانش فيه دخول للداخل خالص. مزبوط. لكن في الوقت ده الطرف اليمين في طريقه 4-3-3 ما بقاش المفاين. هو وينج رايت ده بيبقى راس حربه وبيبقى طرف يمين وبيبقى هاف باك في ساعه الدفاع وبيبقى باك ليفت ساعه لما بيطلع الظهير بتاعه بيغطيه وبيبقى ديفندر لما الديفندر بيطلع يكمل. فكره القدم بقت فيها شموليه شويه. بمعنى ايه؟ في فلسفه فيها بتقول لك ايه، كل لعيب في مكانه بيلعب 4-5 اماكن. بمعنى ايه؟ انت مثلا انا محمد هاني بلعب باك رايت، لما بروح على الطرف ما انا ببقى طرف يمين، ببقى وينج رايت. لما بدخل علشان العب الكره في وسط الملعب ببقى ديفندر، مش ده المكان الديفندر. يبقى انت لازم تجيد كل الاماكن دي بنسبه بنسبه. يعني انت ممكن لما بتلعب بدايتك انت بتلعب في المكان بتاعك كظهير ايمن، لكن كل الاداء اللي انت بتعمله بتعمله زي هاف باك وبعدين طرف يمين، زي بس الطرف اليمين انت بتبدا الطرف يمين بتدخل راس حربه تاني. صحيح. وبتدخل تحت الراس حربه زي اللي عمله رضا سليم واللي عمله بيرسي تاو عشان تاخد كوره. هو اللونج باس اللي عمله امام عاشور ولا الطلوع بتاع امام عاشور هو من نص الملعب وراح اكتر من مره وجلك وجاب فاول على ال 18 وبيطلع على الطرف الشمال ده. يعني امام عاشور اكتر اللاعبين اللي بيعرفوا يعملوا بتاعت نص الملعب وبيروح يكمل لك بيكمل في الناحيه الثانيه. لو عندك ديانج لو بيعرف يعمل دي زي امام، لو هو لعب زي ما كابتن اسامه بيقول لك انا بحبه يلعب لوحده تحت، لو بيلعب زي النهارده كوكا وامام وديانج، لو ديانج زي امام عاشور في حته التكمله بالكوره وانه يطلع طرف يمين وانه يطلع زي ما كان امام عاشور بيعمل دي، كنت تبص تلاقي النادي الاهلي هجومه اعلى من كده كمان. وفي حال الطلوع ده بيدخل الاثنين الباك ليفت والباك رايت جوه الكادفندرات. صحيح. بس هو ايمن سريعا مش شرط الاجنحه انها تلعب بالرجل العكسيه، ده جزء من الكوره دلوقتي. في لا في مدربين بيلعبوا بالاجنحه بالرجل العكسيه، ولكن في اجنحه كتير جدا ناجحين وهو بيلعب بنفس الرجل. يعني لعيبه عالميين بنشوفهم هو بيلعب من ناحيه اليمين برجله اليمين عشان بيعرف يعدي وبرضه بيعرف يخش للعمق زي ما عادل بيقول انه يخش راس حربه، لكن بيعرف يعدي عشان رجله بتبقى اسهل في حتى للعب العرض اللي تحت او كده. منهم مثلا على سبيل المثال انا سريعا هضرب بيه مثل زيزو مثلا في المنتخب وفي الزمالك بيلعب برجله اليمين في الجناح اليمين اخطر بكتير ما بيلعب في الجناح الشمال رغم ان هو ايمن. مزبوط. فمش شرط هي اوروبا او مصر، ما في ناس في اجنحه لا في اجنحه في اوروبا بتلعب ناحيه اليمين باليمين وفي اجنحه ناحيه الشمال بالشمال وفي العكس. فهي راجعه للمدير الفني وامكانيات كل لاعب. ممكن جدا رضا سليم يفضل الكابتن شريف كان نفس الموضوع كان بيجي بالعكس كان بيجي بالعكس شمال ويخش مصطفى عبده بيلعب برده ناحيه اليمين خطر مصطفى عبده على طول كان بيقطم وبيبعتها بشمال. رضا سليم بيلعب ناحيه الشمال كويس، ولكن انا بقول لك انا احساسي انه لو لعب ناحيه اليمين هيبقى اخطر. مش معنى ان هو جاب جون النهارده ممكن برضه يلعب ناحيه اليمين ويجيب اجوان او العكس، بس هي المشكله ان بيرسي تاو برضه بيلعب ناحيه اليمين احسن. أيوة يعني هي هما الاثنين بيلعبوا ناحيه اليمين احسن. خلينا كابتن بلال نقول نتائج الماتشات اللي اتلعبت من امبارح الافتتاح. طلع الجيش والبنك الاهلي طبعا طلع الجيش 2-0. زد اف سي ضد نادي الاسماعيلي زد كسب 1-0 مفاجاه طبعا كبيره، والنادي الاهلي يفوز على المصري البورسعيدي 4-0. النهارده كان في حلول هجوميه كتير حتى من قبل ما النادي المصري ينقص في عدد اللعيبه، انما تعددت حلول الهجوميه النهارده من النادي الاهلي. الفكر والفلسفه احنا عندنا ماتش بطوله ثانيه بقى بطوله افريقيا يوم 24 مع سان جورج الاثيوبي. سان جورج الاثيوبي في قرار ان هو ما يلعبش على ملعبه لان ما فيش ملعب فيه مواصفات. عندنا ماتش يوم 24 وبعدين سيراميكا كليوباترا في الدوري 27 وبعدين يوم 1 ان شاء الله ماتش العوده لسان جورج والماتشين في القاهره. الفلسفه والفكره هتتغير بالنسبه لمستر كولر؟
لا ما اعتقدش يا كابتن، ما اعتقدش. اولا اعتقد مباراه سان جورج هتبقى مباراه اقل بكتير جدا من المباريات المباراتين اللي لعبتهم اعتقد من وجهه نظري يعني. فبالتالي الراجل مش هيغير الفلسفه، هو الراجل دايما على فكره هو عنده فلسفه ما بيغيرهاش من ساعه ما جه. تمام، ممكن يغير في بعض الاوقات بعض اللعيبه يعني، عنده بعض القناعات يعني، انما الفلسفه بتاعته بشكل عام ما بيغيرهاش كتير. كويس. هو يعني ممكن النهارده يلعب بشريف ما عندوش قناعه، الماتش اللي فات ما عجبوش فيقوم مغير، لعب بكهرباء ما عجبوش طب يقوم مغير، انما حصل في اخر السيزون اللي فات انه كان عنده سبات. استقرار بشكل كبير في نهايه السيزون خلاص، وحط بيرسي تاو يمين وحط حسين الشحات شمال وحط مروان وحط اليو ديانج وحط حمدي فتحي خلاص صح. هو شاف ان دول اللي قناعاتي بقت كبيره جدا بالنسبه له، او دول مزبوط. التركيبه المناسبه بالنسبه للتاكتكس اللي انا بشتغل بيه. تمام، هو راجل كده برضه في بدايه السيزون هبتدي يد رضا ناحيه الشمال. تمام، طيب زي ما قالوا الكباتن، طب رضا جاب جول بس ما جابوش من ناحيه الشمال، هو جاب جول كره ثابته فاتلعبت في النص، فهو ده البوزيشن بتاعه التمركز بتاعه فسجل هدف، لكن هل هو عنده خطوره من ناحيه الشمال؟ الخطوره كانت في الانطلاقات لكن ما كانتش في الاداء الفني. تمام، او الاداء التكتيكي، لكن في الانطلاقات بينطلق. تمام، عنده سرعات ممكن يعدي، تمام ممكن يتقل، ممكن يلعب مع علي معلول، بس ده ممكن ياخد وقت. طب هل انت الوقت في صالحك عشان تديه فتره كبيره يلعب في الحته دي فيبتدي يتاقلم على بوزيشن، او بلاش بوزيشن، وضعيه جديده بالنسبه له. تمام، ويبتدي يقلب او يغير من نمط اللعب بتاعه، لان نمط اللعب بتاعه ناحيه اليمين بيعتمد على السرعه والمهاره تمام والانطلاق والكروس ناحيه اليمين، نمط اللعب ناحيه الشمال هيبقى مختلف، هتبقى لا انت مش بس انت لا ده انت هتستنى وتعمل ديلي وتستنى عليه معلول وتلعب معاه، هتغير من الريتم بتاعه. فهل الراجل ممكن يعني ينتظر 3 4 5 6 ماتشات على رضا في الحته دي في مقابل انه ما يخسرش بيرسي تاو في ناحيه اليمين؟ تمام، ده ممكن نشوفه. ولا هل ممكن يعالج الموضوع ده ويبتدي طب انا ممكن اجرب في سان جورج مثلا مباراة من وجهة نظري أقل، بتلعب في القاهرة الأمور، ولو كسبت الماتش الأولاني هتبقى بالنسبة لك الماتش الثاني أفضل شيء، فممكن تجرب. طب هنجيب بس تاو ناحية الشمال وأجرب أحط رضا، أكيد ممكن. أكيد يعني هو شافه واتكلم معاه وقال له أنا بالنسبة لي هلعب، أنا بالنسبة لي الأفضل الناحية دي، نتمنى يعني إنه ما يكونش في حاجة. تمام، كريستيانو رونالدو بيرسي تاو النهارده خرج الظاهر كان فيه ولا إن ما يكونش في حاجة زي الموسم اللي فات يبدأ في التوسيع اللي هو يدي اكتر من لعيب. قصدك كابتن التريح بتاع الموسم يدي اكتر من بدايه الموسم وثبات الاخر. رضا سليم هيرجع ناحيه اليمين، لا انا اعتقد ان هو هيستمر بنفس بنفس حسين الشحات ويدي مودست كمان المباراه اللي جاي، وابتدي يشوف يعني حسين الشحات بدنيا معاه الدنيا هتبقى ماشيه ازاي. نعم يا كابتن، فين حسين الشحات كمان؟ حسين ما هو واخد اربع ماتشات، موقوف دوري، اربع ماتشات دوري ايوه بس سان جورج مش موقوف افريقيا، ما اعتقدش ان ممكن هيبقى موجود في ال 18 اكيد طبعا، بس هياخد اساسي ما اعتقدش. واعتقد ان مودست هيشارك من بدايه دور المجموعات اعتقد. هيشارك من بدايه دور المجموعات، مش هيبدا من مشارك من الاول، ما بيشاركش بالاول. طيب لو قلنا كابتن شريف نجم مباراه اليوم، انا هقول زي اسامه 2 3 كده. مين يا كابتن؟ النهارده في اكتر من نجم الحقيقه، لا انا عايز واحد بس يا كابتن عشان ما عنديش وقت. طب يلا، ما عندكش وقت؟ انا كنت هقول رضا سليم، ولكن انا هديها لامام عاشور النهارده. طيب كابتن اسامه، هو بين رضا سليم وامام عاشور وبيرسي تاو طبعا عشان جاب جونين، بس انا كابتن اسامه لو سمحت انا هديها لرضا سليم النهارده. ماشي كابتن عادل. رضا سليم. كابتن بلال. اديها لبيرسي تاو. بيرسي تاو. طب يبقى في هدفين رائعين جدا، اتنين رضا سليم، رضا سليم واحد بيرسي تاو وامام عاشور، اللي احنا قلنا الثلاثه اللي احنا قلنا عليهم تقريبا. انت بقى رجح الكف. هو طبعا عاطفيا هنديها رضا سليم. عاطفيا انا هديها لرضا سليم. ادي كريم من وجهه نظرنا. عاطفيا هنديها رضا سليم. من وجهه نظرنا رضا سليم هو رجل مباراه اليوم. هنروح لفاصل، ومن بعد الفاصل نرجع نستقبل خبيرنا التحكيمي المتميز دائما كابتن ناصر عباس للحديث عن الحالات التحكيميه. انتظرونا.